مرحبا شباب، واهلا بكم بستريم جديد ويوم جديد من بطولة ليج اوف ليجندز المقدمة من اسيا سيل. البطولة طبعا هي مثل ما قلنا من تنظيم الاتحاد العراقي للرياضات الالكترونية، فالف شكرا لاسيا والاتحاد على هاي الفرصة الجميلة، ونتمنى ان شاء الله فرص اكثر بالمستقبل ببطولات احلى وبطولات اقوى وتيمات اكثر ان شاء الله. اليوم راح يكون عندنا لعبة كلش قوية او صراحة من اقوى اللعبات، بس طبعا راح يكون اكيد باللوزرز براكت، لان باعتبار الوينرز براكت خلص اول البارحة او البارحة اللي كانت النتيجة مالته هي مثل ما قلنا الفيلوكس، ففيلوكس حاليا هم موجودين بالنهائي مال الوينرز براكت والجراند فاينل اصلا. اما الفريق اللي راح يفوز باللوزرز براكت كله فهو راح يكون الفريق اللي راح يلعب ضد فريق فيلوكس. اليوم ان شاء الله راح يكون اول خطوه يعني حتى نعرف من الفريق اللي راح يلعب قدام فيلوكس. عندنا اول لعبه اليوم راح تكون اللي هي بين فريق ان اكس 5 وبين فريق القوه الجويه. هنا طبعا شنو عندك؟ عندك فريق ان اكس 5 مثل ما نعرف فريق قديم وفريق عريق بالبطولات مال ليج اوف ليجندز المخصصه بالعراق، شارك باكثر من بطوله، شارك بمستويات حتى عربيه، وكان عنده نتائج كلش هواي، نتائج كلش حلوه. والفريق الثاني اللي هو فريق جديد، فريق بمواهب جديده مكتشفه، فريق عنده قدره انه يغير المجرى اللي يمشي بيه هسه حاليا البطولات مال ليج اوف ليجندز الموجوده بالعراق. قبل ما اكمل اكيد وياكم اسامه وياكم عمر مفسفس، فاهلا بك عمر، شنو رايك بالمباريات مال اليوم؟ شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين ان شاء الله. مثل ما قال اسامه، تيم ان اكس 5 عنده تاريخ كلش طويل، خصوصا يعني مو تقول يعني كفرق، يعني هم اللواعب بيناتهم تاريخ، مو الفريق نفسه ان اكس 5. ف بالضبط. يعني تاريخهم كلش طويل، ويا ما فازوا بطولات، يا ما يعني اجتهم صعوبات وعبروها. فيا ترى راح نشوف هالشي اليوم لو لا؟ زين، اليوم راح ينتقمون نفسهم لو لا؟ مثل ما ندري انه بالجروب ستيجز اظن خسروا ضد اير فورس، وبعد خلص منك وطلعوا. زين، اتذكر من الجروب ستيجز ضد اير فورس طلعوا، وما ادري، احس عندهم شويه مال انتقام، شويه انه ضد اير فورس، وما بالضبط ادري، احس التيم يريد ينتقم من التيم دائما يكون اقوى من التيم الثاني، ما صح ادري ليش. صح ما صح ادري صح ليش. صح زين، هسه هذا طبعا اليوم راح تبين دمهم حار طبعا كلش هسه ان اكيد اكس 5. اكيد اكيد، ف بس بنفس الوقت احنا عندنا فريق اير فورس يقول لك لا هو لا، هذا اير فورس، جاي بحماوه، جاي طبعا يقول طبعا، لك انا هنا اريد افوز، اللواعب مالته ابد ما نقدر نستهين بيهم، ابدا ابدا. مستوياتهم كلش حلوه، الجنجلر مالتهم واحد من اقوى الجنجلرز اللي شفناه بالبطوله، وعندهم تيم بلاي خرافي، سينرجي بين الميد والجنجل واحده من اقوى سينرجيز اللي شفناها، توب 3 ايزلي بالنسبه للسينرجي بين الميد يب يب والجنجل. يب بس اليوم راح تبين اذا الفريق بين نقاط ضعف، اليوم راح اي يبين اي فرق الخبره، اليوم راح يبين اذا كانت البيست اوف 1 صدق مجرد لك ولا لا فريق قوه جويه صدق كان متدرب اكثر وصدق يستاهل بالضبط فرصه بالضبط. الفوز. فانت بالنسبه لك عمر، شنو الشغلات اللي لازم يسويها فريق القوه الجويه اذا يريدون يفوزون على فريق انكس فايف والعكس؟ مثل لعبهم ما فازوا بالجروب ستيجز بالضبط. ولو انا اظن الغلط ما راح يتكرر مرة ثانية، هذا الداريوس بيك اتذكر، مو دارس بك ايه اي اظن هذا الغلط ما راح يتكرر مرة ثانية، فلازم يديرون بالهم. ومتأكد انه صار وقت عندهم كلش هواية الفريق ان اكس 5 على مود يتدربون ويتحسنون اكثر واكثر. بهاي الفترة كلها يا ترى يعني اشتغلوا على نفسهم، اتدربوا اكثر، لو هيجي بس العب قيومه وكمل. ان شاء الله اني يعني اشوف فرق اليوم، يعني انه تدربوا وتشامبيون بول شوية اكبر نشوف منهم، يعني هالاشياء أكيد كلش أكيد مهمة من ناحية البروسينز. ف طبعا انت ضدك يعني تيم زين، والتهم يعني تيم زين، لازم هاي تقدر هالاشياء، انه يصير عندك تشامبيون بول شوية كبير اكثر من اللازم، صح صح على مود تقدر براحتك تروح منا. أكيد 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 طبعا. هنا اليوم اللي راح المفروض اللي نريد نشوفه تظل السينرجي الموجودة بالجنجل بالميد، يعني أنا أريد أشوف محمد اللي هو جنجلر مال إير فورس، إذا وان اللي هو الميدلينر مالتهم، أريد أشوف يظلون على نفس البلاي ستايل مالتهم اللي هو عادة. طبعا شنو كل التيمات بالكومبتيتيف أكو نوعين، أكو نوع شنو أكو نوع شو يسوي الميد لين يساعد الجنجل وأكو الجنجل يساعد الميد لين. شلون يعني؟ أكو كومبس تعتمد على الجانكات مال الجنجل، الجنجل شغله انه يصير السبورت مال بقيه اللينات، واكو نوعيه ثانيه اللي هو اللينات تقوم تساعد الجنجل، مثلا تختار في الجنجل مثل هيكرم، تختار في الجنجل مثل اولاف، تختار جنجل مثل اودير مثل ما شفنا قبل، ولا آخرها وتختار له وتبضل تختار انيبلرز
شو يسوي هذول؟ مثل ما شفنا عندك عمر هماتين كان يختار بيكاد مثل زيليان، زيليان مثلا يختار مثل فد جانجل، مثل فد كيري بالجنجل مثلا، خلينا نقول ماستري هيك شيء. وشو يسوون؟ يقول لك اوكي انا شغلي انت، انا اجنكك، انا اسوي لك انيبل، انا راح اسالك بالانفيدات، انا هيك شيء. فهذا البلاي ستايل انا اشوفه اكثر شيء يلعبوه فريق القوى الجويه، مثلا يختارون جاليو مثلا على مود الانفيدات مال هاكرون، او يختارون مثلا فد بيكات. انا اظن حتى كرم شايف ما راح بلومي ميد اشوفه. لين انا ما اتوقع راح يتبند على البرفورمانس مالته، اتوقع راح يتبند. البنات اظن اظن راح مفروض، على ما اعتقد انه مفروض يبندون داريوس. المفروض عندك سؤال هسه يقول لك زين انكس 5 والجوي حصلوا فرصه ثانيه للعوده بعد الخساره، ليش مو بابلين سولجرز هماتين؟ بالعكس ترى لا بابلين سولجرز موجودين اصلا اصلا يفوزوا منهم. الفايز من هذولي راح يواجه بابليون سولجرز، فلازم بالضبط بالضبط فهاي خطوة كلش كبيرة للفايزين مال اليوم، بالضبط لأن اللي بالضبط وراهم راح يكون يعني همين قوي كلش، يعني خصم كلش قوي زين، بالضبط بالضبط فلازم يعني إذا هذا هولي ما راح تقدر لهم فاعذرني أقوله، بس ما أعتقد بابليون سولجرز راح تقدر لهم، فأنت بالضبط لازم بالضبط قدامك هسه تقدر له، والبابليون سولجرز تكون بعد أقوى همين تقدر له. طبعا راح يصير يوم ورا يوم، يعني باكر مال بابلو سولجرز بين الفايز مال اليوم، فنشوف منو يفوز اليوم، يا اما الفريق القوة الجوية او ان اكس 5. على ما اعتقد، انا رأيي مفروض ان اكس 5 يفوز، مفروض طبعا هنا مثل ما قال عمر المفروض ان اكس 5 يفوز، طبعا مفروض مو لان تحيز او شيء لا، وانما لا 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 الخبره واللعيب صار لهم يعني متمرسين بالرولات مالتهم هوايه، يعني مو بالضبط. مثلا جايين اوت اوف انا ثرونز بس مثلا اريد او واحد هيك. يعرف يلعب شوي يركز، بس واحد اي اي بس اي الميدلينر صح صراحة، صح يعني زين الجنجلر، الجنجلر هو جنجلر، هو هذا بلاي ستايل مالته يعني عادي ما بيه شيء زين، بس لازم ميدلينر يشد حيله، اللي هو بالضبط يويو اتذكر اسمه، يويو اي يويو خوش ولد وذكي، بس شد حيلك يعني لازم يشد حيله، لان انت بالضبط هسه العمود ما تيم زين حرفيا. ليج اوف ليجندز شلون اقول لك يا عندك 5 عواميد مو اهو زين، عندك 4 من كل طرف من كل زاوية، وعندك واحد بالنص زين، منو هذا الواحد؟ دائما كل تيم عندهم هذا الواحد بالنص، مرات لو الميد لين بالضبط لو الجنجل، ما يصير توب لين او واحد بالبوت لين مستحيل. بس اقول لكم بالضبط يا لو جنجلر لو الميد لين يصير هذا العمود على مود، حتى اذا واحد طاير منك يقدر يظل يلازم لك البناية، أكيد فلازم أكيد عندك أكيد هذا العمود بالنص، يعني للاسف ما اريد اقوله بس الجنجلر ما راح يصير هذا العمود بالنص للان اكس 5، اظن الميد أي لينر لازم يلزم نفسه زين، لازم بالضبط يركز، والدرافت هنا راح يكون مهم، هنا اذا خسروا الدرافت ان اكس 5 مثل ما شفنا احنا يعني اخر جيم لهم يعني كان خساره كلش كبيره للانكس طبعا 5، يعني الدرافت اتمنى مالتهم ما كان يتكرر درافت مال هالشيء. سوكيو، ما كان درافت مال بطوله، وما كان درافت مثل مال فتشي كومبتيتيف. طبعا هنا مثل ما قلنا شباب بس تذكير سريع، ان شاء الله من تبدي اللعبات راح يكون وقت تصويت، مثل ما تعرفون اللي يصوت على فريق، ويعني الفريق اللي صوت لصدق فاز اكيد راح يحصل ويانا هدايا مقدمه من اسسيل، والاتحاد ان شاء الله راح يتواصل وياكم، او اذا مو تواصل وياكم تقدرون تدزون رساله. لا تنسون اول ما تشوفون يعني التصويت يبدي بدايه اللعبه خلاص صوتوا متوقع الفريق اللي فايز. طبعا مثل ما قلنا احنا اليوم اللي هي راح تكون في اللعبه انا اشوفها يعني نوعا ما، انا ما اتمنى اشوف هيك لعبات، لعبات اشوف بيها فرق قويه من هسه تطلع من الوقت، انا دا احس البطوله صحيح طولت صار لها هوايه لا اتوقع ليش اكثر هاي من خلاص، اسبوعين، هو هاي وصلنا النهاية بس تمام، يعني هاي اكيد بعد اكيد يعني بس يعني الفريق راح يطلع اليوم صدق راح نشتاق له، لان هاي اثنيناتهم اللي الفريقين يطلع، اللي يطلع اليوم يعني هو بقى، هو احنا كنا ندري من بداية الفرق القوية هن تقريبا 4 فرق اللي هي أها فيلوكس وقوة جوية وبابلين سولجرز وان اكس 5، فهسه اللي يروح راح يروح من المركز الثالث لا محالة حاليا هسه زين، اللي يروح هسه المركز الثالث راح يروح منه للاسف ما بيها مجال، فانت اليوم من تفوز على الاقل راح تضمن المركز الثالث ايا كنت، ايا يعني وين ما رحت بالضبط زين، بالضبط فعلى الاقل يعني هاي فوزتك راح تضمن لك المركز الثالث، وهاي الفوزه مهمه كلش مهمه زين، بالضبط لان يعني خلاص انت يعني ضمنت نفسك على الاقل مركز ثالث، اذا صدق قدامك اللي وراهم راح يكون كلش كلش اقوياء، ما اعتقد اظن تدربوا بما فيه الكفايه ان اكس 5، صار عندهم وقت كلش كبير بين الجروب ستيجز، وهسه يعني فوق الاسبوع
10 ايام هيك شيء اظن، يعني كلش وقت كافي انه يصير عندك تشامبيون بول، طبعا شويه طبعا تتدرب استراتيجيز، تحسن الماكروماتيك، هالسوالف، الوردينجز الى اخره. زين صح اظن يعني ان شاء الله يقدمون لنا مستوى حلو ان اكس واي في اليوم. طبعا حظ موفق من اصدقائنا القوة الجوية، من اصدقائي، ف طبعا أمنا حظ موفق لكم. اظن اذا طبعا لعبوا نفس الستايل وهاي ما عليهم اي شيء، ما يخالف، بس اتمنى أمنا ما اشوف مرة ثانية فرق 100 فارم والتموشن. يعني هاي اذا اي صارت التموشن تتأذى كلش. اتس اوفر يعني صراحة. اكو تشامبيونز مثل ما قال عمر، يعني شن ليش قال انت موشن؟ يعني اكو تشامبيونز ما يتعاقبون كلش على الفارم، لانه هو اصلا شغله مو مثلا 50 سي اس اهيد ومثلا عنده سولك، لا شغلك انت يعني تسوي ابيلتيات معينه بالوقت اللي فيه، وها هي مثل عندك شن مثلا عندك بالتوب لاين، عندك نوعا ما مهمات نقدر نقول توستد فيت، يعني مع العلم هو سهل الفارم بتقدر تحصل، بس هو مو شغله الاساسيه متفرم. عندك مثلا الجنجل بصوره عامه ما حد يقول هذا الجنجل كذا سي اس اهد، يعني انت شنو الفكره من عندك؟ الفكره من عندك انه انت افيلبل يعني افكتيف كابيلتيز، افكتيف ك يعني برزنس موجود، مو بالجولد مالتك او الايتمات مالتك هي راح تحكم الشامبيون مالتك. فعندك مثلا من نشوف داريوس هو كلش يعتمد على شغلتين، يعتمد انه يكون اهد ويعتمد يكون عنده جوست. الجوست مالته، لان بدون الجوست بالتيم فايتات هو كل شيء ماكو. داريوس الشامبيونز القليلين اللي ما عندهم اي نوع من يعني موف سبيد، اي نوع من الجاب كلاس، كل شيء ماكو. يعني قارن على الاقل عنده الكيوت يطيب موف سبيد، هذا كل شيء ما عنده، فيضطر ياخذ الجوست. من ياخذ الجوست راح يروح على التي بي بريشر، من يروح التي بي بريشر يعني بعد الاوبجكتيف كنترول راح يكون اضعف، الفلانكينج راح يكون اضعف. بس شنو المفروض التريد اوف مالته؟ انه يكون اللينك فيز مالتك كلش قوي. فانت اذا اللينك فيز مالتك ما طالع من عنده بثلاث كلات، ما طالع من عنده فد بتورت وبليد وبهرلد وما ادري شنو، فانت تشامبيون لما مختار احسن. فيوم اتمنى اشوف يبتعدون عن هذا البلاي ستايل، يبتعدون عن رينكتن، يبتعدون عن داريوس، يبتعدون عن دوري هيك شيء. رينكتون ما اريد يخالف اذا تي بي، بس هو بس رينكتون رينكتن دا مو ينصحه كلش انه لا تاخذوه، لان نرفات كل شوية صارت عليه. هي جات بوتشرد، ذا بوتشر جات بالضبط بوتشرد، يعني حرفيا يعني القصاب قصبوه. ما بيها بالضبط مجال، يعني ما بيها صح مجال، يعني هذا البيك لا تختاره. ابد. رينكتون كلش وقع من المتر، يعني خطيه، يعني اذا ما يعني كم بقى كم نرف صار، لا سواء كم سولو كيو نرف او كومبتيتيف، لا ما تلعب تشامبيون اصلا. كلش هذا تعبان. تشامبيون مات حرفيا، صح. يعني خاف كان شويه بيه مجال منا. اني طبعا كنت دائما اقول قبل هاي النرفات كلها، اها اكثر بيك بالتوب لين مرتب هو رينكتون. ساستين موبيليتي، بروزر حلو، وعنده ارمر شريد، تقريبا كل شيء تحتاجه من لينر عندك. نشوف هو هسه السيف ريت بيكس مالته اند بانز من 45، اشوف البيك بالبان. جاربان. اوكي عندنا جاربان من طبعا من علي اوفي يلعب جاربان. شن هنا، شن خشبان خشبان، شن ما يريدون يتكرر نفس الغلط. لوشيان بان. اوكي نامي لوشيان يريد يكنسلو وما يريدون يشوفوه. يعني سنامي بعد اذا سويت له بيك مو ذاك نوكترون. الشامبيون قوي وحده. نوكترون يلعب نوكترون. اي عندهم نوكتن جاليو كومبو كلش قوي مالتهم، وشفناه حتى صحيح شفناه. صح. شفناه الباحه هماتين اصلا. ها الباحه يعني ماتش كان سليم باللعبه ضد فريق امبريلا، كان اكو نوكتن ماخذ. تمام نشوف ست اظن هذا. او خش فلكس بيك. اي داريوس. توقعت اي توقعت توقعت انت رسن توقعت رسن توقعت اوكي 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 اذا اخذوا بعد ميلي تشامبيون اذا بس واحد يصير اير فورس داريوس. اير فورس اذا بعد اخذوا ميلي اوكي اتس اوفر اتس اوفر. شباب انتم تاخذون اوكي باي ذا واي داريوس كلش قوي قدام ست وفوقاو يا زنزا. اوكي اوكي يب ذس از باد This is not the scenario that you يعني انت بقى يعني داريوس قلت بندو انا قلتها والله. هذا اللاعب مع داريوس واصل لسبب معين ماستر. زين تدرون ليش؟ وما ويوست هذا اللاعب ضد تي بيات صح لو لا؟ زين صح لو لا؟ عنده تي بيات ضده عادي امينه، بس امينه يفوز كيوما. صوتش تي بي؟ لا مو صوتش تي بي، يستغل السالفة انه ضده يختارون غلط. زين انه شنو على الاقل ثلاثة ميليز
على الاقل، وعلى الاقل الشامبيون مالتهم الاي دي كاري مو هايبر كاري يسوي دامج دائما. طبعا صح. هاي انا اقول هاي كلش نقاط داريوس وعد يومي و اي دونت نو اي دونت لايك ذس. سايلوس ما يعجبني هنا. سايلوس هنا شفناه بزينو ضد رايز اكثر من مره، اتس جاربيج بيك صراحه يعني. زين ذس بيك كلش انيبلز يعني كلش يشتغل على الجنجل كلش. يب. مو سيلفش بيك مثل يوني، مثل هواية شامبيونات بالمد اكو سيلفش، جريفز سندرا الى اخره. زين هذا سايلوس مو سيلفش يعني، نادرا ما تشوفه، نادرا ما تشوفه ياخذ سولو كيل خصوصا بدون اجنايت، شغله شويه مستحيله يعني. ف ما ادري اني سايلوس ما يعجبني. داريوس يحتاج كاريز بظهره، عندك ازريل اخذ ميجويا، ليش ما تاخذ ميجويا؟ زين انا متجبر ضدك يستخدمون داشاتهم يطبون عميق. زين داريوس يموت على السالفه. زين يرجع للباك لاين يجمع ستاكات بيهم، تيم فايت از اوفر اكيد. هنا طبعا انت لما اختاريت رايز، اوكي رايز هو خوش انسر السايلس، بس انا صراحه ما شايف ذا وان يلعب رايز هوايه، وحتى يعني باللعبات اللي شفتها يلعب رايز اتوقع اكثر المرات ات اندت اب يعني نوت ذا بيرفكت واي. يعني ليش دائما اشوف رايز كلش خوش فيك بس لازم على الاقل تكون لاعب رايز، لان رايز اوكي السكيلنج مالته خبار، التيم فايتات مالته كلش قويه، بس المشكله اللينك فيز مالته سوبر ايزي تو جانك، خصوصا لما شالوا الشيلد وانت مين ضدك؟ ضدك زنجاو. زنجاو اذا يفتهم، ينسى البوت لين مالته، ما يروح على البوت ابدا. صح 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 شو يسوي؟ يروح على الميد، يروح على التوب، يشوف يا اللي يتجنك بيهم، بحيث حتى اذا يبدي المفروض يدي بوت لين هسه، يعني ياخذ هو هسه المفروض ياخذ الريد باف، يلعب في البلو باف، والله راسا يروح على التوب، او مثلا ياخذ الريد باف ويسوي جانك، المفروض ينسى فشي اسمه بوت لين. ليش؟ لان انت منو عندك؟ انت عندك يومي ازريل سيف لين، ما يحتاج اي جانكات، صعب كلش الكتله، خصوصا انت يعني ما عندك ذاك التانك كلش يقدر يتنك هوايه على ست، وست ما راح يقدر يسوي تي بي اصلا بالبدايه. فانت المفروض شو تسوي كازريال كيومي؟ تلعبون سيف الا لا شفتوا اكيد هذا احسن سيف لين باللعبه تقريبا، احسن بالضبط مثل ما قال عمر، احسن سيف لين باللعبه، مستحيل كان جت اني ايزير ذان ذس. شو تسوي انت؟ تقول له زنجاو عندك تبات يم داريوس، عندك تبات يم سايلوس، يا لين اسهل انت كتله، والافضل داريوس صراحه، لان ست ان تشامبيونز هو صعب ينكتل، بس بنفس الوقت كل صعب يطفر من الجانكات. ليش؟ لان عنده الكيو مالته هي الموف سبيد الوحيده اللي تنطي هي، وتنطيها توورد انمي تشامبيونز لما تركض على تشامبيونز اللي ضدك، فهو ما راح يقدر يطفر من عندك. لما زنجاو يكون موجود راس انه اما فلاش يا اما راح يسوي له فايت، اذا سوى له فايت فداريوس راح تونس عليه كلش، قدر يحصل عليه خمس ستاكات بسهوله. وبنفس الشيء بالنسبه للميدلين، ميدلين رايز اوكي اذا داس اي دبليو كيو وراها راسا راح يحصل فيز راش بروك، والباسيف مالته هماتي راح تجي موف سبيد، بس هماتي مو كافي انه يقدر يطفر من زنجاو وسايلوس. بس هاكرم بينما هاكرم انت يعني اذا تيجي تجنك، اذا ست مو ايفن او اهيد ابدا تجنك التوب لين ايزي دبل كيل داريوس، ايزي دبل كيل، هوايه شايفيها بيبي هوايه مسويها. اذا كان اذا شويه اذا الهيلث مالته 75% والهيلث مال لينر ضده 50% بيبي راح يطلع دبل كيل 100% اذا صار له جانك. سايلوس العفو سايلوس اذا يعني هاكر مسوي له جانك اوكي ينكتل نوعا ما، اذا رايز جاب الاي دبليو وراها ضرب كيو وراها الاي من جديد اوكي ممكن، بس ما تين صعب راح يكون. فهسه المفروض انا اشوف ينتظرون التيم فايت، انا بالنسبه لي اشوف التيم فايتات مال الفريق المفروض رايز هنا يلعب مثل رايز اللي لعب ضد زينو، انه يدفع ويف يدفع ويف ويدفع ويف ويدفع ويف ويدفع ويف، لا تتواجه لا تاخذ بالضبط. اي عندك فريدم هوايه اكثر، قدر يسوي بلايز بالتوب كم مره شفنا رايز، لان عنده برايو كان دائما عنده. هاي الاشياء كلش مهمه رايز. شباب فاصل اعلاني بسيط ونجيكم، فاصل نرجع لكم شباب. رجعنا لكم شباب بالجيم المنتظر، الجيم
اللي راح يحدد كل شيء. اكيد. طبعا راح هسه حاليا يحدد بقت بس الثلاث تيمات بالبطوله، بالضبط. فيلوكس بابليون سولجر والفايز من هذا، بس دول الثلاثه عندك. كب كب فاليوم مره ما يخلص راح هي بس اللي راح يحدد انه من ذول التيم الثالث اللي راح يكون. طبعا عندك انت بابليون سولجرز فيلوكس اثبتوا انهم اقوى تيمين موجودين بالعراق حاليا، كب 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 ف الفايز من هاي البطولة راح يحاول يقول لا اوكي انا استاهل المركز الثاني، انا استاهل الالعاب مع المركز الاول، بس راح يكون اكو عندهم صعوبة كلش ضد فريق بابلين سولجرز، باعتبار مثل ما شفنا احنا بابلين سولجرز فريق قبل ما تقدر تستهين بيه، يعني بالسكريمات كانت نتيجتهم دائما الفوز لهم، باللعبات كانت اغلب اللعبات وان سايدد بالنسبة لهم، فالفريق اليوم اللي راح يفوز يعني راح يكون المستوى اللي راح يلعب ضده باللعبة الجاية اقوى بهواية من المستوى اللي راح يلعب ضده هذا الجيم، الا اذا متحسن فريق ان اكس 5 كلش هواية، واذا اير فورس تعلموا من اخطائهم فراح يكون، لا راح يكون اقوى حتى احتمال اقوى من فيلوكس الماضيين. فاليوم اريد اشوف شنو، اريد اشوف التوب لين شلون ممكن يعالج الخطأ اللي خطأ ذاك الجيم انه ما قدر يحصل ليد بالتوب لين. ست نوعا ما زين قدام داريوس، صح انه داريوس هو يحب الملي ماتش ابس، بس ست ليش زين؟ لان عندك ست الباسيف مالته يهيئ له كل ما يكون الهيلث مالته اقل، يعني البليدنج مال داريوس مرات عاده المفروض تشوفه يقتل بقيه شامبيونز، بس مثلا خمس ستاكات وما يموت ست. ليش؟ لان كل ما يقلل الهيلث مال ست كل ما يدفع البوشن، فوق البوشن هذا اقوى سبع قد ما شهور الهيلث مالتك اقل. ولو قاطع أسامة الماتش اب مال توب، اذا اثنيناتهم واحد يعرف كول داونات الثاني دائما فيفورت الداريوس دائما ما بيمر. بالضبط. شباب داريوس اذا يعرف كول داونات ست ايش قد الايمات تو الكيو والدبليو عليه كل بريشر ما تتخيلوا ولا راح تتخيلوا. زين مشكلة هنا داريوس يلعب ست هواية، زين عكس ست اظن ما يلعب داريوس هواية. هنا اكو شوية فيفورت من ناحية داريوس. انا طبعا انا دائما اقولها بندو داريوس من هذا الشخص، هذا داريوس مالتي يعني انت ذيك المرة تسامحت لان كان عندك شن فرق 100 سي اس، ترى باي شامبيون ثاني هاي مصيبة كارثية، خلينا نحكي الصراحة يعني. زين اي شامبيون ثاني اذا اكو فرق 100 سي اس بينك وبينه ترى هاي مصيبة، زين مصيبة مصيبة. زين فدر بالك، دير بالكم دير بالكم. زين بالضبط. داريوس يعني شلون راح تتعاملون وياه ما اعرف، عندكم هسه 3 ميليز ولو راكان كلش موبايل ما يلحق عليه شو اسمه، بس بنفس الوقت وراكان يظل من الاشخاص انه اذا يريد يسوي سي سي لازم يتقرب عليك، اكيد فأنا اكيد خايف من اكيد هالسالفه صراحه. 3 ميليز ال داريوس طبعا هم راح تعتمد على سنوبول مال الميد لين والاي دي كيري، هم يعني تسوي صدق شات داون داريوس اذا تفيدوا كلش عليه. نشوف هسه بدا الجيم. يب اوكي شوف هسه اوه اوكي اربعة راح يكون اربعة بالتوب راح يتواجهون على اكثر بنفس المكان. يب ويلكم تو سامونرز ريفت. وورد كلش حلوة، كلش ذكية كلش كلش ذكية حلوة. هاي تدرون ليش؟ نفس الاستراتيجي استخدموها من اخذوا جوست منه بالبدايه اذا تذكرون مال بالضبط. جروب ستريجز، فتعلموا من هذا الغلط فقال لك اوقف. تعلمنا من الغلط هنا. هنا وورد اوكي وورد وورد مقابل وورد. هنا داريوس ياخذ سويبينج ليفل 1. لا مو داريوس هذا يومي. يومي لو داريوس يومي صح صح يومي اسف مو ذيك المرة سواها. ايه عبالي يوم نفس الشيء. بوز من جديد؟ لا اوكي. عندنا هنا طبعا ماتش اب مع سايلوس ورايز، اظن سايلوس فيفورت اذا انت بسولو كيو. اي بس اذا انت مو مسوي كيو راح تكون الرايز 100%. ليش؟ لان دائما عندك يصير لازم عندك اويرنس من الجنجلر. اي وحده غلط يور ديد. يور ديد برو يور ديد. زين لان هي الاي مالتك هي المفتاح للتريد وبنفس الوقت هي المفتاح للاسكيب. حلو فانت اذا تستخدمها تسوي تريد وجه جنجلر يور ديد. اذا فلازم تظل محتفظ بيها وتظل تفرم بالدبليو كيو دبليو كيو، وهذا ستايل ما تريد تشوفه ابد صراحة يعني. بالضبط. زين ف
فاذا بس تريد تسوي تريدات لازم الا تشوف الجنجلر تماما بخريطة ثانية، يعني بالتوب بالبوت يلا تقدر تفتح التريدات. هنا راح نبدل الكاميرا. هنا طبعا شنو انت عندك بالمدلين رايز دائما شيء ياخذ فيز رش، رايز ما يحتاج يب في يب درون يب يب تعطيه دامج، ما يحتاج في درون تطيفه، يحتاج بس سرفايفبلتي، يحتاج في شيء طفره من الجانكات، يحتاج في شيء يسوي فولو اب اذا تحصل الكومبو. الفيز رش بالنسبه لي راح تكون في شيء كله زين، ليش؟ انت عندك الفيز رش لما تجيب ثلاثة ابلتيات او مثلا اوتو تاك ابلتيين او فد اوتو تاكين ابلتي او هيك شيء تتفاعل عندك الفيز رش، تفهم تتفاعل الالكتروكيوت اللي هي تعطيك سبيد كلش هوايه. اوكي هي تنرفت نوعا ما قبل اتوقع 6 باتشات او هيك شيء، بس مو بتصير بعدها كلش زينه، تساعد رايز انه يوصل للتارجت اللي يحتاجه او يطفر من التارجت اللي قاعد يلحق وراه. انت ما تشوف هسه جاوز بالضبط سوى اللي حكينا عليه انه يبدي بالبوت سايد، ليش؟ انت دائما تبدي بالعكس الجهه اللي تريد تكون انت توصل لها، يعني انت اذا عندك السترونج سايد مالتك هو هنا التوب لين ليفل 1 انت دائما طيب تبدي بالبوت لين. اوه اظن هنا يعني صراحة اذا رايز يعرف. اوكي ايه رايز يفوز يب على التريد، لو ضربه بالضبط بعد بيسك كان فاز كان التريد بشكل دمر مضاعف. دمر اللين بالنسبه لي بوقتها. يب ايه بس اوه ماي جاد. انت ما تريد هيك اوه اي ليفل 1 اوكي برو. انا مو كان مو قلت له مو قلت كان له ست، انا قلت اللي يعرف كولدانات الثاني راح يستغل. شنو يعني هاي السالفه؟ يدري داريوس انه ليفل 1 الاي مال اوكي، هنا ليفل 2 كلش اجريسيف من ناحيه الراكان، كلش حلوه من ناحيه راكان، كلش حلوه استغل. بس بعد الهيلث مال ست من اول باس ما رجعت طبعا رجعت نفس. اصلا صرف حترجع نفس داريوس صرف صرف بوشن، بس بوشن اثنيناتهم صرفوا بوشنات. صرف فلاش وات اي دا اقول صرف بوشن اثنيناتهم بس داش على الهيلث يعني قصدي. اي السمنرز طبعا اكيد تريد جوست والفلاش دائما الجوست يعني وورث انه تسوي لها تريد فلاش. هسه المفروض شنو؟ المفروض زنجاو عنده انفورميشن انه التوب سايد مالتك التوب سايد مال الانمي تيم ما عنده فلاش، شو تسوي؟ العب اراوند ات، مو شرط تجنكها العب اراوند ات. لا يعني انت شنو المفروض يعني؟ داريوس بس يخليه لين يدفع بس. اي هو عاد اخش ويف مانج هذا داريوس، انا لاعب ضدي بس يخلي اذا لين دفع اتس اوفر بالضبط. بس ما تخليه يدفع. ليش ما تخليه يدفع؟ ادفع خليه يدفع عادي. تشوف انت 75% اتش بي وماتك الجنجلر ده يتقدم عليك بس يمكن ما كان عندهم معلومه وين بدا هي كرم يمكن على بالهم يجوز فده ياخذ برايو يجوز. لاش كلش حلو من ناحيه داريوس بس هم بس ما راح يموت. بقى ما راح اتوقع راح يموت. راح يموت مات فيرست بلاد اظن وحتى السبب. اصلا بالحالتين عند كان مات لان زنجاو كان موجود. يب 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 هنا يا 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 ذس از يو دونت وان تو دو ذس بالضبط ابد ابد يعني. اوه هسه كلش غلط لا 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 عافيه حلوه كلش حلوه. قال لك اكو احتمال يعني زنجاو راح يكون يعني. زنجاو موجود فما راح العب ثاني بس it is not doomed not doomed للست. not doomed لا بالنسبه للست انا بالنسبه لي دوم. بس انا بحكي على الجيم اي برو بليف مي ات از دومد. اذا الويف صار لها باونس باك هسه بالتوب لين ات از اوفر. شو رايك بالباي مال داريوس رامبل؟ لا بس اتس اوكي بس اتس نوت ذا بيست ما اتوقع احسن شيء يعني اذا قال لك اريد بوشن عادي ما قدر ياخذ تير 2 بوتس بالفلوس العده. اذا عندك تير 2 بوتس مال ستيل كابس انا اقول راسا روح علي. اوكي يخش بقى باعتبار انه الجنجلر مالتك اي دي والتوب لين مالتك اللي ضدك اي دي هماتين والسبور العفو الاي دي سي اللي ضدك اكيد هماتين راح يكون اي دي اوكي نوعا ما معقوله. هسه اذا خلى اللين يدفع عليه هاي ليش؟ طبعا هنا لو جاي لو جاي الاي بس هنا يقدر يسوي يقدر ما يسوي عنده مانا يقدر يسوي فريز كلش حلو ايه. هنا رايز اللي هو المفروض يجي يصير ما اتوقع عندهم الدمج ان يكتلوه. اوكي لا عندهم يكتلوه دمج يكتلوه خلينا نشوف بس مثل ما قلنا الاي ايه. اما ينزل بيها او يسوي بيها فريز استخدمها كلش المفروض يبطل الفريز. يب اوه ماي جاد ذس از باد اوه جاد ذس از اوفر ذس از اوفر. يب شباب انا قلتها اتس دوم فوسايل ست ابد لا تاخذ بلانت بيك ضد دارس. يب هم ايش عبالهم خلينا نحكي الصراحه قوه جويه ايش عبالهم احنا من صوشنا احنا الكاسترز بس انا قلتها راسي
ظلينا نقول انه داريوس باد بيك باد بيك باد بيك وما راح ياخذوه باد بيك باد بيك، بس اللي يفتهم يظل يبند داريوس صراحه. انا راسا قلت المفروض يبندون داريوس زين، او تختار شيء قوي قدام ولو هو. انا اتوقع داريوس ما عنده تشامبيون، لا لا مو فيرست بيك، لا لا ما عنده تشامبيون التوب لاين اب، فهنا صح. ده يتعاقب على تشامبيون بول مات ليش يعني هو اوتو فيل يعني. يب هنا راح يصير باونس باك من الويف مره ثانيه، خلينا نشوف والله. لا لا بعد ما يصير باونس. شباب انا العب دارس هواي فلهذا اعرف هالماتش ابس كلش 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 زين. انا قلت بس شفت 3 ميلي ذس جيم از فيفورت تو داريوس يعني. اذا داريو اوكي اوكي اذا خسروا ان اكس 5، اذا خسروا ان اكس 5 مو صدق اي احد صدق داري. انا بالنسبه لي انا بس داريوس اللي عنده ليد. انا بالنسبه لي لا حتى افك من ليد انتي فايتات. اذا داريوس عنده جوست عنده فلاش زين وضدك 3 ميليز مو صدق اي احد يخسر الفايت غيرك انت، ماكو صح. مستحيل لا تقنعني زين. ضدك كيتلين مو او ماي جاد برو انا ما عنده فلاش. هي يلعبون توب سايد يلعبون اللي هو المفروض هيك اي ده يقول لك عندنا ازريال وتبر ياخذ كلات ما ياخذ اول تالي راح يضل كريوات بكل التيم فايتات. ايه زين المشكله ست اللي هو من الشامبيونز اللي تخيل يوم يسوي روم قريب. ايه اوكي لان ازريال سيف بيك ها طبعا الفائدة من ازريال كلش حلوه من ازريال دائما من يختاروه يعني شنو مو لان اوكي هو قوي كلش مرات والدمج مالته كلش عالي اوكي هو عنده دمج بس السبب الرئيسي انه انت تختار ازريال على مود هيك بلايز لان ما تقدر تسوي له بونش عنده حرفين فلاشين باللين عنده فلاش مال اي وعنده فلاش مال الفلاش مالته العادي وعنده هيل هم مالتين وازريال يعني الايتمايزيشن مالته مرات ياخذ بي اتش بي فيكون كلش صعب تسوي له دايف يعني هسه احنا نشوف انه حتى اذا كان شو بده يسوي مثلا اذا اريد يسوي له دايف يا اما يلعبوها كلش بيرفكتلي اللي هو يعني نوعا ما مستحيل يا اما مثلا واحد يقول اوكي راح نروح 1 فور 1 ها اذا حصلوا الكيل لان الترت يعني بالايرلي جيم الدمج مالته كلش حيكون عالي الدمج مالته ما راح يكون فتشي سهل بس احنا المفروض ايش راح يكون المفروض هسه نشوف انه التوب لين يلعب بشكل سيف اكثر ويستا وبالنسبه ل وهالمره ما تقدر يو نيد فارم ذيس از نوت شين احنا قلنا انت اذا غير تشامبيون غير شين وراح تخسر سي اس وليد ايش راح تسوي؟ انت ما تلعب تانك، تقعد تلعب بروزر، البروزر ميج مو مثل تانك. البروزر يحتاج جولد بشكل مو طبيعي على مود يسوي سرفايف بالتيم فايتس. زين مو مثل التانكس تجيب ايتمز تجيب كل شيء. هاي البروزر ايتمز كلش غاليات مقارنة بالتانك احنا دا نحكي. زين؟ اكيد اكيد اكيد. فانت ما تقدر تلعب نفس البلاي ستايل ماشين اذا خسرت اللين. مصيبة. انا دريت انا طبعا هذا السنة انا دريت راح يصير. اذا عافوا داريوس اكيد اكيد اذا اكو بلي بس هو انت المفروض شنو انت حاليا كاير فورس اذا شفت كان المفروض راح يمكن دايف المفروض راح دايف كلش حلو على سعيد هنا سعيد تروح كته ال درانك باي فريد اللي هو جنجلر مال اير فورس دايف حلو احس انه المفروض ركان يتنف يعني ما يعرف ركان واحد من اسهل الشامبيونز بالدايفات يعني عندك ثلاث داشات يعني اذا ما صرفوا يعني. اذا تشوفه ولو انصرف فلاش من كيتلا هنا طبعا اوه هنا حلوه من زنزاو اخذ ستاك على الورد وكمل ستاكين على ضد اخذ فلاش اظن اوه حتى يوم قامت في حتى قامت تفيد على ست خطيه ولو هو قام ينطي جولد ذاك الجولد صراحه يعني الجولد اللي يحصلوه عندك اير فورس بالبوت لين اكثر من الجولد اللي يحصلوه انت اوه حياخذون الفيرست سيرج هم اصلا ذيس از جود ذيس از جود تدرين ليش؟ لان داريوس غير تشامبيون لا بس داريوس هي عادي يعني هسه حتى لو يجي هيكارم كيكن هنا طبعا شويه جريدي بلاي من ناحيه كيتلين كلش جريدي بلاي وراح يحصل كتله احتمال عليه سعيد هنا سعيد درى عشتي ده لعبه حلو لعبه حلو سعيد بس همين راح يتعاقب على الموت بس ما راح يقدر ما يقدر في وحده بعد اوف 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 ادى جوست ادى جوست يب ادى جوست كان مشغل جوست فما يقدر يسوي فلاش كويش اصلا اذا فلش يكون غلط من عنده اصلا يب يب اوه طبعا كلش حلوه من دراك باي فريده شو اسمه هيكارم درى كيتلين يعني راح تموت درى كيتلين راح تموت من ورا الجريد مالته فحماها من الجريد مالته كلش حلوه هاي السالفه
ولو صراحة تدري اير فورس ككوم نوعا ما زين قدام داريوس. طبعا طبعا عندك ليش؟ ايه اي تقدر تقول لنا ليش؟ انت تعرف داريوس هواي، يعني تقدر تقول لنا ليش الكومب مال اوكي اير فورس اوكي زين؟ داريوس كل شكره كاريز يسوون دامج 24 ساعة زين، ما يحب ناس تسوي دامج مرة وخلاص يوقف الدامج على غفله زين، يموت من هيجي تشامبيونز يعني يحب هيجي تشامبيونز اذا دامج ويوقف دامج ويوقف، كلش كلش يحب هيجي تشامبيونز، بس عندك رايز عندك كيتلين يعني دي بي كويس اس لا بأس كلش زين، بس بنفس الوقت يعني السيسي السيسي والمشكلة عند يومي هالمرة اي يومي راح وهنا يخدم الديليت هوايز وهنا على الديليت ف تراي فورس دقيقة 10 كان وقته يعني اوف تراي فورس دقيقة 10 جيسوس كرايست هذا دريك انا اقول يطو داريوس عنده جوست فلاش دونت ايفن ثينك اباوت ات ابد ولا تفكرون تفكير ثانوي انه تبدون هذا الفايت اتمنى هالشيء يفتهموه This is a disaster. هنا لازم يفوكسون دارس لازم يفوكسون لازم يسوي له ون شوت اذا عاش دارس رايز نوت هيتنج رايز ما يسوي شيء تدري السيلفر لا 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 اطلعوا 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 كلش اطلعوا يب 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 بادرك شباب يس شباب فايت فور نوثينج او ماي جاد فايت فور نوثينج حتى مو دراجون هيك بس مجرد اوكي شباب تريدون 500 3 15 تريدون 500 جولد تعالوا لا لا اصبر توب ثاني اتوقع 150 لسه اوكي 1350 50 جولد تريدون شباب ويا دراجون اوكي تعالوا علينا جوين حصل جولد ببلاش انا قلت انا شنو اللي صار المفروض تفوكسون داريوس بس ما عندك ذاك الثريت لا لا انا دريت بابا انا قلنا هذا دريك المفروض داريوس انا قلتها بسالفه اذا داريوس ادى فلاش وجوست ما يخسر الفايت بس سوتش نفسه وبس ما يلوم اي واحد بالضبط. ثاني ليش لان عدى اسكيب بالفلاش عدى فرونت تو باك بالجوست مالته الشامبيون كلش يصير كاري من ناحيه الفايت اذا عدى هالسامناري حاولوا تتاكدون ما عنده واحد من هذين حاولوا كلش تتاكدون بهالسالفه اوكي لا يعني دربالكم دربالكم لازم تبدون توقتون الجوست والفلاش مال داريوس انتوا هنا املكم الوحيد تفوزون هسه تيم اير فورس ماكرو وبس ماكرو ما عند داريوس ما عنده تي بي استغلوا هذا الشيء بابشع استغلال شلون خلوا ست بوت نوبري يعني اذا ست هسه ما حد يهتم اذا يموت ياخذ كيل ما ياخذ كيل ليش داريوس راح يضطر 24 ساعه يواجه ست يصير قدام بس المصيبة هسه صارت ست هالقد ما بيهاي هسه سالس يقدر يوقف قدامه بالضبط زين فت سالس يقدر يوقف قدامه عندك زنجاو يقدر يوقف قدامه لا في واحد عندك تي بي ما تقدر تحط اي اكيد لا اقصد كشامبيون كون بي 1 هسه حاليا اي هسه مصيبة المشكلة انت اصلا تختار ست على مود 1 بي 1 بوتنشل مالته والالتيميت وكذا بس انت ست ليش ما تقدر تختاره بلاين بيك يعني مثل ما شفنا يعني هواية الى بونشمنت يعني ست شو كنت تختار لما عندك تانك يبني اتش بي هوايه تقدر تدوس عليه ار وتمسح الباك لاين بس انت عندك داريوس داريوس اوكي انت اول شيء تحصل ليد عليه وبعدين لان هو ست النوع من الشامبيونز اذا ما فاز اللين حاله حال داريوس نياتهم جاجر نوت اذا ما فاز اللين حيكون شبه يوزلس لان انت جاجر نوت شو ينطيك؟ ينطيك دامج بس ما عنده موبيلتي فانت شنو بما انه انت ما عندك موبيلتي فانت تعتمد على الفلاش مثلا تعتمد على جوست تعتمد على فد شيء تعتمد على فلانك فانت اذا اصلا تعتمد اذا تريد انت تعتمد على هيك شيء وانت اصلا هاي ماتك كلش ضعيفه يعني البيس دامج ماتك كلش ضعيف ايتماتك كلش بيهايند راح تكون كلش يوسلس يعني هسه حتى رايز ايش قد بعده اصلا ما صاير بيسكيل بعده ليفلين وبعد له ليفل عفوا بعد له ايتمين لازم تكملها يلا يصير كلش ذاك الثريت القوي بس بعده رايز هسه اقوى مات. من سنة ما تحس انه حتى لا فلش المفروض يسال على راسه عفوا اخذت لاش اوكي ايش هسه الدريك الجاي ست ما عنده فلاش this is a disaster ست مفروض يلعب هذا اللين هو احسن اذا انت تتأكد انه داريوس ضدك يعني ما. انا اشوف اذا بند او شن بس انت تبند داريوس داريوس بالضبط لان انت هنا ما عندك الشامبيون بول ضد داريوس بالضبط داريوس اكو ترى اكو فيكس الى يعني كلش ايه. تفيد
اكو انسر وايد نار عندك جيس اذني اشياء كلش صح الوان ضد صح داريوس صح في حتى الكومبتيتيف. كنز زين كنن بالضبط زين الجبرة يروح ماجيك ريزيست بدال الارمر. انت من من خلي داريوس يروح ارمر زين ويتكافى على كويس ارمر كتير كي وانت ما تاكل اي دي كاري اما انا ارمر ويست التي بي صراحة من رايز. يب يب يعني ليش سوى تي بي بدون كوميتمنت؟ ولو اذا سوى كوميتمنت يخسرون 100% اكيد تبع ال عندك حاليا التوب لين الجولد مال داريوس عندك 8000 عندك الجولد مال ست 4000 يعني دبل اكثر حرفيا نقول يعني يعني بنقول دبل اذا مثلا دبل بالارلي جيم 1000 مقابل 2000 اوكي معقولة حتى 3000 مقابل 5000 معقولة بس لما 8000 مقابل 4000 هذا ايتم كامل ويا بوتس انت الميثك مالتك السعر مالته عاده ما يقول 3300 فانت حرفيا عندك ميثك وبوتس ماشي وياهم اشترى ستيل كابس. اوه برو ذيس از سو وايز بعدها ما صاير بي سكيل يعني التيفاتات راح يتمشى براسه. هاي هاي يعني دريكات لازم كل هي الطوه طبعا زين هسه هذا دريك الجاي ولا تفكرون ابد هالمره ما عندكم هيكرم متفيد فلازم تديرون بالكم هيكرم دا يروح نفس البولد مال ذيك المره بس يا هيكرم انت ذيك المره كان عندك جولد مو طبيعي بس هالمره ما عندك ايش فهذا البولد كلش راح ياخرك راح يخليك سكوشي اكثر قدام داريوس متفيد فدير بالك يا 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 هيكرم هنا ايه دا يحاولون ياخذون توب توريت صحيح يقول لك يا نوات تروح هالنقطة بس هلا انا يلا تروح مات اوكي انت سي سي اوه انتربشن كلش مرتب من سايلس قال لك اخذ اسوي جوست بدال فلاش واخذ كتلة داريوس انقص واحد من تيمهم على مود تماما ما يفكرون بالدريك تماما بالضبط يب هنا طبعا ال اوكي هاي وورث اوكي اتوقع هاي بس كيس سيناريو بالنسبه لي هاي بالضبط بالضبط هاي بس سوون تريد تيرت مقابل صحيح تيرت صحيح. ودرايفر وهذا احسن ماكرو احسن ماكرو بلاي تقدر تسوي كتيم اير فورس حلوه منه والمد لين اذا قدر يدفع حماتين هسه اذا قدروا ياخذون تيرت راح تكون بعد وين اكبر بالنسبه لهم ليش؟ عارفوا وياه خايفين ليش خايفين؟ اوه برو بس كلش حلو ده يلعب كايتنج سايلنس كلش كايتنج مرتب هنا زنزاو ليش زنزاو يا زنزاو يعني تيمك ده يفوز اخذ التورت اخذ التورت خلي ركامي تنك واخذ التورت اوه مان هنا لازم يدزون واحد انسر لداريوس داريوس يقول لك اوكي او ما عنده مانا اتوقع راح يرجع هنا هنا تدري الانسر مالته منو؟ رايس ترى كلش زين اي 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 عنده فيز راش وخصوصا اذا ما عندك جولد خصوصا وايفر فروست ماتين راح تاذي الاي دبليو تاذي فهنا طاش انسر رايت وبعدها ما مشكله ما يفوز بس المشكله اشترى ديد مان انا بل دائما اروحها اذا انا مسويت حرفيا ضدك. اذا عندك ليد وعندك ايدي ضدك بس روح موفمنت سبيد ما يهم بس روح موفمنت سبيد هذا الشغله الوحيده تحتاجه داريوس داريوس البيس دامج مالته كلش عالي لهذا انت البلدات قبل كان ياخذ بلاك ليفر او مثلا داري كان ياخذ بس ايتمين ياخذ بلاك ليفر ياخذ 20 فورس ويكمل تانك هاي قبل يعني قبل الريوك مال ايتمات هسه بس تحتاج تراي فورس وخلص اصلا احتمال حياخذ ستيركس اتوقع ستيركس راح تفيده كلش باعتبار ستيركس هسه واحد من اقوى الايتمز باللعبه فخلينا نشوف هسه ال لا هسه هسه المفروض يسوون فورت بارون بس انا اقول ينتظرون جوست مال داريوس انا بدي اقول تيم فايت ضروري بس 50% صار اقوى داريوس اكيد اكيد داريوس ويا الجوست وبدونها غير شامبيون بالضبط غير شامبيون هنا يصير له كوت ترى لا يخافون منه كلش اتمنى لا يخافون منه لهاي الدرجه اي بالضبط ما عنده استراك فعلى الاقل اخذوا هاي السامونرز مني بس اذا يظل داريوس سامونرز مالته مو ما يستخدمها يعني كاسكيبس ويستخدمها كانجيج راح تظلون تخسرون هاللعبه صحيح اتمنى انه يصرفوه الفلاش على مود هنا يصرفوه هنا لازم يدرون بالهم هنا يمسحوه هنا يمسح داريوس يمسح لا تخافون منه شوف لاش كلش حلو لا ما هو خلص هاي راكان كان خايف لو مسوي التي كان كتل يب هنا فوزين هذا الفايت هنا لا بس خليه بدون بارون لان ما عنده لا جاست ولا فلاش داريوس ذس از بيست كيس سيناريو
تيم اير فورس، وتيم اير فورس التي من ناحيه تيكر كلش حلو التي هنا. بس عندك داريوس يا داريوس فايز ما يقدر ما يقدر. اوه دامج اللي صار شنو هنا بهذا الفايت. المفروض مثل ما قال عمر راسا يروحون على البارون، يعني ليش جبروهم يجون عليكم؟ لا العكس بالضبط. لا تتصفون كل التولز مالتكم تطبون بيها زين، وما عندكم طلعه وانتم ضدكم داريو. انتم لا تسوون هاي الغلطه. شفناه مران تكرانا الناس تسوي انجيج ما يقدرون الانجيج شلون انجيج من اصعب الاشياء بالتيم فايتات تقريبا بالليج اوف ليجندز. لازم انه تضمن انه قدامك صدق راح يموت. اوكي بالضبط. اوكي كتله ومنو كتله وزنزا ومنو سايلنس خلاص رجعوا هاي كلش كافي. تداريوس بعده عايش هذا ذاك الفايت كان ممكن يقلب الجيم حرامات. بس هسه لا هسه نقدر نقول الجيم طلع يعني لا لا اتس اوفر. ستيراكس وديدمان بلايت وستيل كابس و يعني ستيراكس ليش يخوف على تشامبيونز مثل داريوس؟ مثل ما تعرفون ستيراكس الشيلد مالته يعتمد على الاتش بي. او ماي جاد ذس از سوتش ا بيج مستيك من هيك من هات ريت. او ويت لا لا ات دازنت ماتر ذس از وين فور داريوس. ضاع الهيل ضاع الشيلد مال ستيراكس. اوه الف جولد تروح الرايز كلش حلوه. بس سعيد عنده سعيد اي من كلش حلوه منه. راح يخسر واو خسر 1 في 1 هنا ست ضل اي ست كلش بيهايند. اسوي فايت كلش بيهايند لا تسوي اي فايتات. قدر قدر ماتك انه انت كلش ضعيف حاليا. قدر هالسالفه. طبعا هو احسن سيناريو الف جولد راحت الرايز بالضبط. هنزين كيتلين اشترت اس سكند ايتم لورد ديمون. هذا احسن شيء احسن تك ممكن نسوي. انت هسه اللي يصير شنو انت المفروض عندك هنا ابد ما يسوي هنا يومي المفروض تموت تتعاقب عليه دمج مال هاكر. طبعا دمج هاكر يخفض بس للاسف ماكو احد يمه. هنا واحد واحد يموت واحد واحد يموت ماكو اي دي كاري للاسف. وهنا السول بوينت تروح ال تيم ان اكس 5 تيفات كان حلو الصراحه بس للاسف قطرة ارمر ما عندك ولا اي ريزيستنس يا هيكر. انت هاي يعني انت هاكر ما كان عنده التيميت. لو التيميت كانت موجوده تغير الفايت كله. ليش؟ لان اللي ما يعرف الالتيميت مال هاكر الدامج مالتها اي بي وتسوي فيه لان الاف او ابيلتي يعني ماجيك دامج. وانت تشوف التيم اللي ضدك ما عندهم ذره ماجيك دامج كل الماجيك ريزيست عندهم كله ارمر. والارلي جيم الارلي جيم صح هو الرقم قليل بس بما انه الارلي جيم في الاتش بي ليفلز مو كلش هوايه عاليه. فانت عندك الالتيميت ماتك حتسوي لك يعني دامج عليهم عالي وبنفس الوقت حتسوي لهم فير. هذا الوقت كله راس دح حصل فري هيت عليهم. فانت المفروض بس تشوف انه ما عندك التيميت راح يجمع ستاكات براسه ست. المفروض يجمع ستاكات ست او اوكي تمام. المفروض ست يبتعد ست يبتعد عنه غلط غلط كلش غلط من ست. تا خمس ستاكات هسه صار كلش صعب. هاي هذا مات التي حتى ما يحتاج التي. اوكي ست لو مراجع تدرون ست لو ما طاب عليه بالالتمت كان فازوا التيم فايت والله. لا 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 ما عليه ما عليه ما برو والخمس ستاكات ما داريوس خلت اليوم اتس اوفر اتس اوفر اتس نوت داريوس اني مور اتس نوت داريوس اني مور اتس داريوس تيم. اي اتس انتاير تيم صار داريوس اشترى وقت التيم انه يصيرون هيجي او اعطاهم القوه مال تيم فايتس يظلوا يفوزون تيم فايتس على ما يوصلون هالمرحله انه كلهم صاروا مصيبه هسه كلهم قاموا يسوون دامج صح. بس خلص هذا كونفنسنج وين بالنسبه للاكس فايف في الجيم الاول راجعين بقوه راجعين يقول لك اوكي هذا ريفنج جيم مثل ما قال عمر بالبدايه الجيم اللي التيم اللي يكون جايب ريفنج راح يكون بصوره عامه احسن مما التيم اللي جاي من الفوز. بس خلينا نشوف ايش راح يمكن يسوي فريق هنا فورمال اوتي كلش حلو من هيكارم بس للاسف ماكو فولو اب دامج من الكاريز يعني دا يحاولون بس للاسف ماكو دامج وماكو ماكو تمسح جو البيس يس دا يمسحون جو البيس هنا ست دا يحاول ست حبيبي يب جي جي وال بلايد التيم ان اكس 5 حظا موفقا على الراوند الثانية يا منو عشيتكم ايربورت
كلش عشيتهم، شو رأيك؟ كلش عشيتهم. فريق عندك انك صار لعبه وهسه لعب، شو يقول لك؟ يقول لك انا صح اعطيتكم فرصه بالجيم الاول، صح اني كنت يعني متساهل وياكم، او مثلا اعطيتكم خلينا نقول مجال تشوفون انه احنا فريق مثلا تقدرون بيك معين او كذا، بس انا حتى لا تنطوني البيك مالتي اللي انتم بنظركم تشوفوها مو زينه، اقدر افوز عليكم بالاندفجوال سكيل. هنا ايش بين عندك؟ بين انه انت اذا ما تقدر تختار كاونتر، اذا ما عندك الشامبيون بول تكونتر بي داريوس بنده. شفت انه الانسر الوحيده اللي عند بالنسبه لك هي شن، شفت انه شن تبند معناها هم ناوي 100% يبندون داريوس، ولا ليش تبند شن؟ الا كاونترات هوايه، بس هو داريوس الكومفورت بيك مالتي اللي يعرف بيبي عنده ثلاثه شامبيونز اللي هو يعني معروف بيهم، اللي هو عندك رينكسن وعندك داريوس واتوقع ثالث فيورا، يورو من الثالث جاكس مالتهم ما اتذكر جاكس. يلعبها اي هواي، جاكس لا اخر شيء والله يلعب مالتين، ساتم مينا كل شوي. انا بس هذا انا قلت هذا اللين سكاند اوفر، لان عندك حرفيا يعني قوة كاملة، الفيفورت كلش كاملة الداريوس، لان يلعب هالشامبيونين عكس ست ما يلعب اصلا داريوس. انا متاكد ما يلعب داريوس، لا يعرف كل دانات داريوس ما كان سوى الاغلاط باللين مرارا وتكرارا انه يطي سولو كيلز. وورا السولو كيل مرتين يعني يمكن سوى له، بس وراها تيما قاموا يسوي له بيبي سيت صح داريوس، صح صح قالوا له اوكي انت هسه المفتاح مال الفوز مالتنا الوين كون، خلينا نصعدك بعدك صح ازريال اول وتالي، عفو ازريال اول وتالي يعني بوك تشامبيون، وكا دي بي اس هو راح يصعد يسوي سكيلنج من يمه، فعادي خليه يفرم براحته، وهاي ما شو خليه ياخذ سولو ليفلينكس زين، وخلي يومي تروح تسوي رومينج. كلش حلو من ماكرو، حلو من ان اكس 5، وثبتونا انه صدق كانوا متدربين. اني اظن هالمره يحترمون داريوس يبندوه، المفروض المفروض بندوا داريوس لتبقون هذا الشامبيون، لان ضدكم تقريبا داريوس مين يعني بشكل مو طبيعي، فلازم شفنا تبندون السكور هذا بهذا الشامبيون الجيم. بالضبط. واذا تريدون، اذا تريدون انه داريوس تلعبون ضده، على الاقل اخذوا شويه رين شامبيونز اكثر من ميلي شامبيونز، كلش راح تاذوا كلش. صحيح بس أكيد ميلي شامبيونز هوايه ثلاثه، ومن نوع ميلي شامبيونز اللي ضده الباك اند فرونت مالتهم سيء الصراحه، مو مثل تراندل. عندك تراندل اذا درانك باي فريدي يلعب تراندل يكونتر داريوس تماما تماما، يكونتر داريوس بشكل مو طبيعي فوق ما تتصورون زين. داريوس كاونتر بشكل مو طبيعي تراندل، كل شيء يأذي كل شيء بهالتيم فايتات كلها، لو تراندل عندك ويسوي التي مسح داريوس راسا انستنتلي زين، وعندك تراندل يصير اقوى واقوى واقوى. بس للاسف ما عنده اظن كتراندل بيك ايه على ما ما اعتقد، اتوقع ان ذاك الانسر له. لا لا خوش انسر كلش كلش. اني لا العب اقول، تراندل لا اقول التوب لين ما عنده ذاك الانسر بالنسبه لداريوس. داريوس اي صحيح. ايه يب يب انت لازم بالتوب لين تلعب اتروكس ميد رينج كلش حلو ضد داريوس، تلعب يعني جيس، تلعب كينين مثل ما قال اسامه، اكو هذا اني البيكات كلش حلوه ضد. اوكي بريك شباب، ونجيكم بين ما يخلصون الدرافت وهاي. بريك سريع وراجعكم. اليوم آسسيل هنا مع طبقة مثقفة وواعدة جدا في البلد لنوقع اتفاقية ندعم بها مجتمع الألعاب. اليوم تشهدون إطلاق منصة جيمسيل، أول منصة عراقية متخصصة للاعبين وهواة بث الألعاب والتقنيين والمطورين. و
وضعنا تقنيات عالمية خاصة وحصرية في شبكة ASSL فقط لتخدم الجيمرز والستريمرز في العراق. هناك فريق تقني من ASSL موجود حاضر معنا هذا اليوم، يواصل العمل ليلا ونهارا ويستمع إلى الجيمرز والستريمرز فقط لتطوير وتوفير أفضل الخدمات الموجودة في العالم في هذا المجتمع. على مدار السنة ستشهدون مباريات ومسابقات وفعاليات ينظمها اتحاد الألعاب الإلكترونية في العراق ضمن منصة GameSale تحت دعم ورعاية كاملة من ASSL. رجعنا لكم شباب الجيم بين اير فورس ومنو NX5. طبعا الجيم الاول صار مذبحة اكيد من ناحية NX5. اتمنى شيء ما راح نشوفه مرة ثانية، اتمنى يعني لان يعني اريد داريس بون، اريد اشوف اول بان يكون داريس طبعا طبعا او مثلا يبقون شن يشوف اذا انش يكون بان من شن، يلا اريد اشوفه. ليش؟ يعني انت عندك مثل ما شفنا شن يقدر يتعامل ويا داريوس، يقدر يكون تانكي نوعا ما بحيث ما يتديف، والدبليو مالته مالتين تاثر كلش، الشيلد مالته مالتين نوعا ما، بل ما عندك ومثل ما قال عمر اكو تشامبيونز ما يتاذون كلش اذا كانوا بيهايند بالفارم اللي هو مثل شن يعني. بس هنا السيت بيك واتوقع كانت ست بلايند، يعني كانت فيرست بيك سيت. لو كانوا انت دائما حاول الفيرست بيك تخليها الشغلات اللي ما لها كاونتر، الشغلات اللي تقدر تسويها فلكس هماتين، مثلا خلينا نقول في السبورت انت تختار صح ست صح يعني صراحة ست انا اعتبره خوش بيك ككومبتيتيف، مو صدق الى كاونترز هواية ما عدا جوين، اذا اكو جوين بلاير عندهم جوين كلش كلش كاونتر الى انا اشوفه. بس بنفس الوقت ست ما اعتبره سيء لان هالبكات داريوس اكو بكات كلش الضوجة بالسولو كيو ما تنخذ كومبتيتيف زين صح. فتقدر ترتاح بست انه مرات تاخذه، بس اذا انتو يعني انت كلينر انت كلاعب عوفك من الشامبيون ما تدبر داريوس، انصحك توخر داريوس تماما بالضبط. نصيحة يعني داريوس من الشامبيونات كلش عاقبك اذا تفرم كلش لازم تحترمه، انه اكو يعني اكو شامبيونات معينة باو عالفان زين، حتى لو انت بروزر مرات باع الفارم ولا تطكت له وتباع على الشاشه الرصاصيه واحسن لك يعني زين، باع الفارم صار بعيد اعرف كول داونات داريوس، صدقني تجيك فرصه راح تكتله، اهم شيء لا تطي ليد داريوس الاكسجين مالته والليد اقطع الليد اقطع الاكسجين عليه لا تطي ليد ابد هم دول لين بوليز يعني هذول عندك شنو ماتين عندك، انا اشوف صراحه الرينج داريوس يكون بالتوب لين ويا الليد تشوفها فتشيل تقول انا هذا شلون معدل الشامبيون موجود بالتوب لين هاو از هي الاود تو اكزيست، بس شنو اذا ما عندها ليد اذا ما طلعت الكلات طلعت ريسبكت بالبدايه نفس سالفه داريوس بالبدايه، بعدين تتحول الى مجرد شامبيون ينقتل بسهوله فتشيل مو ثريت اوكي ممكن يسوي لك شويه اذيك بالتيم فاتات، بس التوب لين مالتك راح يكون يسفل اكثر بموست لايكلي يعني هنا السيت انت عندك لو ما منطي هاي الكلات راح يكون بالتيم فاتات هواي اقوى لي عشان انت عندك شنو انجيج مالتهم انجيج مالتهم عندك انت تجاوب وقتها او سايلس يقدر يفوت بالاي وذن اللي يقدر يكنسلها راسا بالتيميت واحده من السيت يخليها يرجعها بنص التيم مالته، بس انت شنو السيت اصلا كان كلش بهاين كان 0-5 ات 1 بوينت بحيث من يفوت بالتيم فات الدبليو مالته بالعكس تدفع له ريفايتلايز مالتهم ما تدمجهم، ف انت اللي نريد نشوفه شنو نختار يا اما يختارون شن او يا اما يعني بندون داريوس، اذا شافوا انه موجود شن بند معناها هاي ايزلي يقول لك انه حنختار داريوس، وبنفس الوقت ايش اريدها ماتين اريد اشوف البوتلين مالتهم يتحركون اكثر يكون عندهم برشر اكثر تشوف بكات اكثر اجريسيف اي ركان يعني انت من تختار نفس سالفه الستر ليش كلش قوي بالكومبتيتيف بلاي لان انت كان الليكس فلاش مالته يطفر من ورا الحائط اللي هو ان شاء الله يقدر يسويها ركان اصلا يطفر من يروم بدلين يروم ويا جنجل يسوي الانفيدي وركان يعقب على الديفورد يعني ما احب اقول بس
مفروض احنا ما نشوف يومي يسوي روم وراكان راكان ما يشوف ما يسوي كلش روم كبيرة يعني، هاي فتغلطة كلش كبيرة. يعني اوكي يومي مثلا اسف يسوي اسئلة روم وراكان ما يسوي، يعني بالضبط شغلة ما تشوفها ابد. يعني انت لازم بالضبط عندك ضدك ازريال، اوكي تدري ازريال من البيبكات اللي جوا التار 24 ساعة وبس بالكيو فرم، يعني ما بالضبط راح تحصل اي كل بريشر عليه الا اذا عندك دايف مرتب راح يصير ورا، يعني فد 30 ثانية جاية او اي شيء. اذا ما عندك هالشي راسا ريكول مكانك وروح ساعد تيمك. الليفل مو اي اهمية بالنسبة للسبورت. زين ف ده يشر على شو اسمه على الماي فاي. زين فالليفل انت تحتاجه كسبورت هو اكثر شيء، هو الستة والباقي لا شيء صراحة. يعني بالنسبة لي بالضبط اهم ليفل بالنسبة للسبورت هو الستة والباقي ستة كله خيط. بالنسبة لي يعني زين يعني سويت مثلا واحد عادي عادي تشالنجر كل شيء ضايع يضيع مادة اها كلش عادي. الناس. اكو واحد اسمه ما اذا شايفين ستريمات الك يعني اله هواية اسمه الكوبتر، هذا شنو فايته يعني او شو يسوي هو بالسولو كيو؟ تلقى مثلا لعبه كلها ليفل خمسه او ليفل سته، ليش؟ رومبس ينطي ليد مستحيل، عندك جنجلرين. خلينا نكمل هسه البيكسل بانس بيكسل بعدين نرجع باس عليه طبعا الشيء. عندنا نوكترون بان مرة ثانية من تيم ان اكس 5 ونشوف خوش بان احب الريسبكت بانز كلش احب اي الريسبكت بانز واتمنى اشوف الريسبكت بانز من فريق القوة الجوية. داري سبون اكيد يعني كلش حلو الصراحة هو شن بان اي همنا همنا اتس اوكي. يقول لك احنا نريد التوب لاينر مالتنا اظن كانديفيديوال سكيلز عند اللاحظ التوب لاينر اكو فرق يعني مو طبيعي. اكيد زين فانت من تشيل شن ده تشيل هذا الشيء تماما، يعني انه خلاص انه انديفيديوال سكيل مهم، فلازم عندك تبيك براسه حظ على مود تواجه هذا الشخص. فيا ترى بالضبط عدم هذا عدم هذا التكيل ولا نشوف. هو اكو تشامبيونز يعني اذا اكو فرق بينك وبين اللينر ضدك كبير، اكو تشامبيونز من تختارهم يقلل هذا الفرق. ليش؟ مو لان انت تقدر تسوي شغل، بس ان اللي قدامك بعد ما يقدر يسوي ذاك الشغل. من عنده مثلا مال فايت واحد من ذول التشامبيونز، شن واحد من ذول التشامبيونز. يب يب ليش؟ لان سهلين وافكتيف بنفس الوقت، 3 يعني تارجت تقدر بانز على التوب لاين كلش زين. هم هو الستار بلاير مال الفريق مالتهم قال اوكي سلبان خوش بك، انا مس فورتشن كلش احبه هنا. حتى اذا اختاروا نامي لوشن ما راح تكون كلش زينه، يعني مثل ما شفنا نامي لوشن اذا مو كل واحد يعني اذا مو ضابطه ضبطه كلش قويه ما راح تقدر تلعبها. يعني مثل ما شفنا بفريق باللعبه مال فيلوكس ضد فريق بابلين سولجرز اتوقع مرتين حصلوا نامي لوشن. ووكونغ يس ووكونغ شفناه مره واحده، لا مرتين شفناه بالبطوله لحد هسه. خوش خوش بيك ووكونغ. ووكونغ اصلا كان خوش ها. بيك ضد داريوس، ليش ما اخذه؟ اي بس ما اتوقع يلعب الشامبيون. لا ليش هسه اخذه ووكونغ؟ ما اعرف فوز بان نشوف من بان اللوشن والله بيار خوش فلكس بيك بس على اكثر راح من في الجنجل ما اظن راح يروح توب لين بي على ما المهم. مورد بان اوكي ها شنو هاي البانات ال على التوب اتوقع هاي اتوقع هاي مو بالاوردر اوكي لان صحيح صحيح هاي مو بالاوردر صحيح مثل ما قال. بس هو اذا اشوف يعني هم تارجت بانس لله شنو خمس شامبيونات راح بندا واو بندا وخمس شامبيونات للتوب لينر. بقاله نيفر بيك ا فايت يو كانت وين او وكم بس اخذ لا هو ايش بقاله التوب لينر مال ويت ايش بقاله التوب لينر؟ اتوقع فولبير راح يلعب. ما لا 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 راح يلعب رينكتون اتوقع. رينكتون اوكي اوكي انا اقول راح تنجح راح تنجح اذا انا اقول انديفيدجوال سكيل راح تعوض النرفات. بس لو اثنيناتهم متساويين انا اقول بات بيك، بس هم مو متساويين صراحه. انا اعتبر يعني اللاعب رينكتون اقوى من وكونغ ما بيه شيء عادي كلش عادي اكيد لان وكونغ خطيه يعني مثل احتياط اللي هو يلعب بس سبورت في توب لين مو مين ماتي ما بيها شيء مو عيب انه ضدك 24 ساعه يلعب توب لين احسن منك شيء اكيد 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 يعني اذا انعكست الايه اكيد هو همين سبورت تعبان وانت سبورت احسن مو فما بيها شيء عادي ما بيها شيء كلش عادي انه تتقبل انه اللي قدامك احسن. فهنا انديفيدجوال سكيل راح تاثر كلش لان وكونغ اذا سوى ديسريسبكت رينكتون كم مره اظن راح ياخذ كم كتله رينكتون. هو اصلا ووكونغ يعني ماتش اب مالته كلش زينه بالنسبه لرينكتون، يعني مو ماتش اب صعبه او فد شيء، لان
السالفه برينكتن هو الدايفات مالته وي الالتيميت كلش يعني تاذي اكثر التوب لانرز. ليش؟ يعني انت عاده اللي تحتاج بالدايفات شنو؟ تحتاج هيل وتحتاج هيلث تجيك، يعني تكون عندك اوتومات مال هيلث، تحتاج فشي هيل لك اوف ماجيك ريزيست او فشي تقدر تديف بي الدامج اوريدي موجود. بينما عندك رينكتن، رينكتن موجود بالكت مالته ليفل 6 ينطي تقريبا 200 اتش بي، الكيو ترجع له هيلث، الدامج مالته كلش عالي فكلش قوي بالدايفات. عندك ووكونج شنو؟ ووكونج عندك الباسيف مالته ينطي ارمر، بل لما يكون ان كومبات ايش قد ما اوتو اتاكات ما تضرب اكثر ايش قد ما تنطي ارمر. وباي ذا واي الارقام يعني توصل كلش هوايه، ما اعرف الرقم بالضبط ايش قد يجي ارمر، بس اتوقع تعبر ال 60. صحيح. و60 ارمر يعني حرفيا 30 او 40% من الدامج ما تكثر. ف ووكونج عنده الكلون مالته، عنده الدبل سايكلون الالتمت مالته اللي اسمها سايكلون يقدر يدوسها مرتين، فصعب كلش تديفه. مثل ما قلنا الكلون يختفي يب ثانيه يب 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 تقريبا ثانيه كذا، وهو اصلا وكونغ خوش الهيلث بك هنا، ريجن كلش خوش بك. راح المين راح تأذي؟ راح راح تأذي يقوي الباك لاين دامج جريفز ودرايفن بشكل مو طبيعي بالكيو مالته. بالضبط بالضبط. وانت عندك اصلا ويت عندك ذا وان دي يلعب جريفز، ايه جريفز ميد اول جريفز جيم بالنسبة له كبطولات، ولا انا اعرفه يعني شخصيا ولا صديقي، اول مرة اشوفه يلعب جريفز. خلينا نشوف هذا الجيم بصدق، يعني راح ما يكون اعتقد هو جريفز بس صعب. متدرب، بس متدرب عليه مو صعب اكيد هو اكيد هو يعني. بس جرايفز يراد له براكتس شوي عم بالضبط يتعود له هو يعني، سوى البراكتس، هو مو اصعب شامبيون جريفز، الكت مالته كلش سهله كلش اوكي، سهل بس هو خصوصا شنو الليننج فيز سهل، بس التيم فايت شوي ما تم معقد. بالضبط. التيم فايت لما تعرف الليمت مالتك مال شامبيون، والدبليو اكو دبليو ناس ايش يستخدمون، الفرق بين جريفز قوي وجريفز ضعيف في الدبليو. يعني بالنسبه لي الدبليو ممكن تفوزك تيم فايتات صح صح كامله، صح 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 انت اذا قطعت الفيجن على مثلا الاشخاص المهمين انت يعني حرفيا عندك نوكتن التمت، بس احسن من نوكتن يب التمت. يب يب فانت لازم تستخدمها على الباك لاين، ورينج ما تعالي هم ماتين تستخدمها على الباك كلش لاين عالي. تثولهم ثول. انت اللي لاعب ضد كوين بالتوب لين شايف ايش قد مزعج الكيو مالته من يسوي بيك بلايند، يب هاي بلايند وسلو هم ماتين. سعيد يموت من الدرايفن، يموت من الدرايفن. سعيد كلش يكره الدرايفن، يكره كره العمى يعني، ما يحب هذا الشامبيون تماما ضده. يحس دامجه سخيف وهاي. فاتمنى سعيد ما يطي اي سولو كيلز الدرايفن. درايفن يشتغل مثل داريوس نقدر نقول، بس بالضبط كاي دي كاري، اما نعتمد على الليد بشكل مو طبيعي. كلش سنو بول شامبيون، بس يا اوف يا اوف اذا حصل سنو بول this game is for me it's over. وهاتريك هو اصلا يعني مين ماته هو درايفن، فهنا طبعا أنا راح نشوف المفروض خامس كان هنا من دا عنده اشوف هواي ميلي تشامبيونز، ثاني. وصراحة ليليا وكونغ يعني تيم هو حبر على ورق، تيم اير فورس المفروض يفوزون. طبعا بالضبط المفروض. اعلان بسيط ونجيكم. رجعنا لكم جيم ان اكس 5 ضد قوة جوية. طبعا ان اكس مسوي 5 بوز هسه. اي لا طبعا شنو عندك ال ليليا كلش زينة قدام فولبير كجانجلر. ليش؟ عندك الفارمنج مالتها اسرع من الفارمنج مال فوليبير، التيم فايت مالتها اقوى، وفوليبير ما يقدر يلحق قدام ليليا ابد الا اذا فلش. ليش؟ لان عندك ليليا كل ما تدوس ابيلتي، كل ما تجيب ابيلتي سوري، يعني اذا الكيو مثلا جابتها على فد شامبيون او مينيون او فد شيء الاي او دبليو، الابيلتيات مالتها من تجيبها يعطيها موف سبيد، وفوليبير العدو مالتك كشامبيون هو الموف سبيد والداشات. فوليبير يتمنى انت تكون يعني الداشات مالتك عاليه، يعني مثلا ليش هو فولجر مثلا قوي قدام اراليا؟ لان مثل ما شفنا الا اذا اراليا طبعا احسن ما عنده، بس هو خلينا نقول اذا انت مثلا افريج اراليا وافريج فولجر دائما الافريج فولجر يفوز. ليش؟ لان الاراليا الداشات مالتها دائما تكون تارجتد على فد شيء يعني مال انمي،
فتصعب يعني كاراليا تؤخر بعيد من فولبير. ففولبير الاي مات البيز دامج مات كلش عاليه، الدبليو كدولينج كلش قويه، يعني ترجع له هذا سوى دامج زياده. فشنو مثلا عندك كسب التوب لين اللي يطلع عندك اكو تشامبيونز اني اصلح تختاروها بالتوب لين، العفو تختارون ضدها ليليا بالتوب لين. عندك مال فايت دائما نختار ليليا قدام بالتوب لين، عندك فولبير دائما نختار ليليا قدام بالتوب لين، عندك داريو سماتي ما يقدرون يسوي لك اي شيء. بس هو ما يلعبون هنا لليا توب لين، يلعبون جنجل. بس اقول لكم جرب لليا توب لين كلش قويه كلش فايبل، وهواي تيمات يستخدموها. ليليا توب لين حلوه، بس هم انا ليليا ما تحب تشامبيونات عندهم داشات عليها شويه. اي 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 يعني ليليا تدمرها، يعني ليليا اذا قدام ليليا فليليا تدمرها ليليا بالضبط. عندك هماتين والفيورا هماتين كلش تأذيها. عندك تشامبيونز اللي هنا ليليا ضد فولبير، ليليا فيبرتد كلش، ليليا فيبرتد والله ما ادري. انا احس ليليا تكره هذول الشامبيونات يسوون سي سي سهل عليها. ما راح يقدر بالضبط، مو هنا السالفه. انت كفولبير شو راح تهزم ليليا؟ اذا ليليا تفتح مطب فايت بدون ما تشارج الكيو مالتها، يعني كموز في الخزريلي. ها لا ليش خلص كبير يعني. وبعدين فوز او جيب الاي ماتك وبعدين فوز الاي هماتين تنطي ساعه. والله على كل شيء اكيد 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 هنا هاي قوه مال المفروض هنا تضل هارد بوش. مو هسه المفروض، مو هسه راح يصير باونس باك لل حصل. اي صح، اي انت ضعي ويف ثانيه المفروض تنتظر شويه الويف الثاني يصير على النص يلا تبتدي تدفع. اي سو هذا البلاي ستايل لانه انت هذا جريفز، سو هذا جريفز هنا غلط. جريفز صار تنفس وكونغ، وكونغ المفروض ينتظر ليفل 3 مالته حرفيا يعني. ولا هو هسه حيرجع هواي هيلث اكثر بهواي من الهيلث راح يرجع حاله نكتن، لان بما انه تعرف هو الهيلث ريجن مالته راح يزداد. يعتمد نشوف بس الهيلث ريجن انت عندك وين ترى قصدي البيس هيلث ريجن. اي صحيح صحيح. بس هو يعني بس رينكتون بابسط تريد اي كيو بس المفروض ارجع دم اقل شيء رديفه 60 70. زين ما اخذ حلو هذا التريد باك. اي حلو هذا التريد باك اللي ما يعرف انت اذا تريد ترجع هيلث باللين كو كونغ فايت. اوكي نادى نشوف جانج من ناحيه ليليا. لازم تقدر ليليا انه بعده ليفل 2 كونغ لازم يرجعون. دبل سولو دبل كيل من بيبي على الجنجلر والتوب لينر مال الفريق اير فورس. هنا يقول لك اوكي رينكتون ضعيف مو مشكله، انا كومفورت بيك ماتي اقدر اطلع عليك دبل كيل وحدي. لعبها لعب كلش كلش حلو. بيبي يثبت انه الشامبيون سواء ضعيف لو قوي متى اوت اوف متى ما له علاقه، هو كلاعب لاعب كلش قوي. هذا كاندي هنا سولو كيل تروح اظن على هاتريك وعلى نامي. لا والله خطيه قريب سويت تي بي كلش حلو، دا يحاول يساعد البوت لاين مالته بس للاسف ما راح يتحصل. ذاتس ساد ذاتس كل ذاتس ساد ات از سو اوفر. حرفيا هنا ليليا غلط كان منها، المفروض تنتظرها ليفل 3 وكونغ بالضبط اخذت هواي اكس بي منه يعني خلاص الجانج صار له فير. عفوي عفوي يعني اتس اوكي عفو عفو الجانج كله ما قدرت شيء وما استهانت بدامج رينكتون. اوكي صار له نرفات وهالسوالف بس ضرر رينكتون ايرلي جيم مالته كدامج كلش عالي. وانا قلت لك انا قلتها طبعا ليليا كلش تكره ناس يسوون سي سي بسهوله عليها. هو سوى فلاش راسا بالضبط بالضبط سوى فلاش راسا فلاش دبليو ما ادري شنو نهايه. طبعا عندك اول ايتم اخذها فولجر وضيف ستيل كابس على مود ان هو انت قدام هذا الكومب الشيء الوحيد اللي ضوجك هو الموف سبيد. يب فانت ايش تاخذ؟ تاخذ عندك سيلفلس وعندك بريدتر. كلش انا اشوف خيار ذكي صراحه. هنا جريفز لا والله ما باقى راح احاول. اي خطايا جريفز راح توب وراح ميد راح بوت لين يحاول يساعد تيمه. بس يا جريفز انت مو هذا الشامبيون مالك، الشامبيون بالضبط.
يعني تدفعوا انفيدات مو تدفع رومز. بالضبط بالضبط اي حاول تلعبها من هذا. او ماي جاد حافظ الشامبيون حافظ الشامبيون بتفاصيله. يقول لك انا الشامبيون مالتي اقدر هيك وهيك ادمج اقدر هيك وهيك اسوي دمج هيك وهيك. هنا ده المفروض ذري يعني ما تقدر تسوي شيء. ليش؟ لان يعني عندك بعد مانا مالتها. اوكي ذري ما عندها مانا المفروض هنا. This is so sad. شات داون تروح ال همزين الووكونج طبعا يعني لا انت تلعبون على كل جانج شيء دا يخاطرون مخاطره مو طبيعيه صح زين يعني فلازم يديرون بالهم. اظن هذا this is a good thing انه كامبر توب لين it is okay يعني شوفه. بس هنا الدرايك يروح اول درايك يروح التيم ان اكس 5 بريشر من التوب بشكل مو طبيعي. برو اي 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 ما في داعي هاي الريكول جوا الثرت وقدام مثلا وصل لبل 6 والداش شوي سيد باد وي ليليا واحدة من اكثر الشامبيونز اللي اوكي هنا بدنا نشوف محاولة من فوليفير. يكملون على جريف وجريف يموت من جانج من فوليفير. مرة انا اذا بدار رينكتون ما خلي اصلا يتقدم للترك. ما يقدر اسوي شيء هنا لازم يفوت بالدبليو. مثل بالنسبة اذا انت مو بس فارم دا تخسر جولد دا تخسر اكسبيرينس. يب اوكي همزين فتح ستة بالضبط. لو ما فاتت ستة كان صار له دايف سوسو. اظن هنا دايف راح يصير من فولي بير على ووكونج. اذا صار ليفل 6 بالهذا سكتل راح ياخذه. اذا يعني انت نكتل لما تحصل سوكل انت يعني مو بس بالبدايه مو بس حصلت سوكل انت حصل السولو دبل كيل قدام فريق مثل ما قلنا يعتبر واحد من اقوى الفرق بالبطوله المشاركه هسه بعد الليد اللي صارت عنده خلاص يقدر يقدر يفرم. ايوه لا لا شبه مستحيله صارت اللعبه يعني هسه المشكله شنو انت مو بس عندك منك نيد فيد انت سويت شت داون لليا وسويت شت داون لوكا بنفس الوقت لما صارت الجانك. المفروض لليا بالجانك اللي سواها حسيت فيها صار فيها فورس زياده يعني انت اذا ما قدرت اذا وكونغ ما قدر يروح تو 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 المفروض انت اصلا ما تسوي له يعني تشيس وما كان عندك لو فايت عليه ليفل 6 لو مأخر الجانك شويه لان لليا الايرلي جيم دامج مالتها مو كلش عالي انت لو مأخر شويه و كان هواي الاحسن بالنسبه لك هسه ايش راح يصير؟ انا اقول هسه الجيم انتهى انتهى بالنسبه لي انا ماتين انا ماتين تدرون ليش؟ عندك اثنين بروزرز مو اي بروزر فوليبير وفينكتون وعندهم ليد المصيبه ستيل كابس اثنيناتهم بكل سهوله هسه يروحون ستيل كابس راح يعني يتنكون للابد بالضبط. لا عندهم ضدهم جريفز اوتو اتاكر ووكونج اوتو اتاكر درايفن اوتو اتاكر صح صح مصيبه كارثيه هاي زين ليليا كل شيء ما راح تقدر تسوي مع الاسف يعني أبت. ليليا صح انهم قالوا نريد اي بي دامج وايد ليليا ما راح تلحق تسوي اصلا اي بي دامج شباب ابد ما تلحق اي ناس صح ليليا او بكل بساطه يقتلوها اول وحده يلا راح على الاي بي دامج تمام باي باي ما يعني والله ما ادري يعني ذيس ساد صريح اوكي اكو لاج هسه نقدر نحول على السكرين الثانيه طبعا اللي دا اشوفه الثاني عمر بالجيم دا اشوف انه تسرع من ناحيه فريق الفورس يعني شفنا انه عندك الجانك اللي صارت بالبدايه لو ما مسوي الجانك كان عندهم فرصه يفوزون الجيم اوكي اذا كانت تسوي له تريد تاخذ بوشنات تاخذ من اتش بي وترجع فيري اوكي ما بي شيء بس من صار لا تكمل لا تكمل انت لا تكمل زين انت دا تكمل وانت الويف مال ووكونج كلش كبيره يعني مخاطره عليه اذا يموت هم انا قتلت ووكونج وبعدها ما صار ليفل 3 ووكونج وجنكته اها زين انت لازم تقدر انه فرق الليفل ايش قد ياثر
وتوك صح اوكي تمام اني اتفق رينيكتون صاير ضعيف واي، بس انت اما يظل يسوي دامج هذا الشامبيون ليفل 3 كلش دامجه عالي، هو من هاي الاسباب يسوي يعني دامج كلش عالي زين. فما احترموا رينيكتون دامج، ما احترموا الكونكررز تاكسي كان محصله قبل ما يطب ليليا فصار اللي صار. طبعا وراها انا اقول خلاص توب لين تعوفه تماما ولا تباوع عليها اصلا بعد خلاص يعني يعني دبل كيل وبعد ما راح تسوي اي فرق. فاني اتمنى اي رجع الجيم بس لا تخافون هذا البوز من اللعبة صاير. تروح على هاد شو اسمه بالبوت عندك يعني ايزي جانج، اذا تروح ما عدم كلينز على السليب ماتك عندك الميد لين همينه نفس الشيء، تسوي انفيدات ويا جريفز عوف عوف التوب خلاص توب لين احنا اندريت This is a disaster يعني. كلش يعني انت تبند همينه خمسة وهمينه تبند خمس شامبيونات وشباب خمس شامبيونات ومشكلة ولا عبالك في ذاك الفرق نفس الليد اللي شفناها بالجيم الاول بالنسبة للتوب لين نشوفها هنا بهذا الجيم. يب يب هنا المشكلة تصير عندك صراحة انا مدى اشوف انه المفروض تختار كاري شامبيون قدام بيبي. ليش؟ لان انت عندك اختار تانك ولعب برينلس وفضل صح ما راح تقدر تسوي له ماتش، حتى بالكاونتر ماتش ما راح تقدر تسوي له ماتش، لان انت اصلا يعني كتوب لين انت اوتو فيل يعني انت كشغلك هنا إن بس مجرد تسوي له هولد مو تسوي له يعني فيسنج هيم. انت شغلك هنا المفروض تلعب حتى تقول اوكي اني صح ما عندي ذاك يعني ذيك الخبره، بس انا عندي خبره انه شلون العب الجيم مو العب اللين. هو بيبي راح يكون عندك يعني راح يكون اقوى من عندك في اللين almost 9 out of 10 كل يعني من اللعبات اللي راح تلعبها اذا مو 10 out of 10. فرق السي اس فرق السي اس من الباكر كلش فرق كبير. ف يعني انا اشوف لما اختار تانك مليار مره احسن مال فايت. اتوقع كان مال فايت متبند متبند يب متبند اي هو انا انا ما شفت مال فايت بانجل ترى ياخذ رينك يب يب بس اكو بكات سهله بالتوب لين تانكات تقدر تسوي شغل يعني بس ما يعني عندك حتى تشوجا تمت لو مختاره احسن على الاقل صعب انه سستين عالي باللين. شباب كافي توب لين يعني وات از ذس اي يعني مدى فتهم عفو الشامبيون عفو رينكتون عنده ميثك ايتم يعني كامل وانت ما تاكل وكونغ بعد استوى ما مخلص ربع من تكايتن توب لينز اوفر اوفر اتس اوكي اوفر اوفر تيم فايت وكونغ يظل قوي اتس اوكي يظل عنده ارمر وعنده ارمر شريد يعني اتس اوكي اوفر اوفر زين فانت ركز على انه قوي دامج الكاريز مالتك على مدرينك تون شويه يمسح اسرع بالتيم فايت زين. اذا انت ما تقوي دامج الكاريز ورينكتون راح يتنك بعد فدنا وباكثر اتس اوفر. ما ادري يسوي له ستار في التوب لين يقول لك انت جاي هنا اوه هنا ستيل كلش حلوه من ناحيه فوليفير اوه ماي جاد الريسورسز انصفت من ناحيه اير فور ذيس از ديزاستر لوك ديزاستر نامي دامج دامج هداي بكل بساطة ليش ما سوى التي اوكي ماكو اصلا ماكو اصلا ديزاستر بالنسبة لي توب لاين كلش وريومي هي رادة تموت الا شوية بس للاسف حاول هنا طبعا الهرس ضغط ما اخذ الترز اتس اوكي عادي اوه كلش دايف حلو من ناحية لانك كلش حلو من نكتنت اردي هاز كاندي صدق عدة خوش كاندي الجيمين سو فار الجيمين بيور توب لين جاب يعني الجيم تشوف ان الماب كل شيء ما يصير بيها بس تروح للميد توب لين لازم بيبي يقول لك اوه اوكي جيت اللين ماتيك يعني هاي اكبر غلطه ممكن تسويها راح تخسر على الاقل فتكه تنتين راح تخسر جولد كلش هوايه الريسورسز مال بوت لين ماتيك كلها ضاعت الهيرالد راح يكون ان اللعب مالته اذا ما تسوي له شت داون بالايرلي جيم واحد من اقوى السنوبولريه باللعبه راح يظل يحصل ليد
سواء ككلات، سواء كسي اس، كتورتس، كبرشر، دائما راح يكون هو التوب هن اللي يعني اللي مسيطر ويقدر يسوي دو. التيمن الوحيد يعني اللي شفنا انه قدروا يسوون شت داون بالنسبه للبيبي كسكريمات مثلا او كلاعبين وياهم، اتوقع التيمن الوحيد اللي يقدرون هيك يعني يتعاملون وياهم هم راح يكون بابلين سولجرز وفيلوكس، بس هذول الاثنين اتوقع عندهم الكابابيلتي انه يلعبون ويا البريشر مادات. ليش؟ مو شرط لان مو شرط يسوي له ماتش، مو شرط يعني كسولو كيلز او هيك، بس البريشر يعرفون شلون يوزعوه، يعرفون انه هذا المفروض ما يلقنك بالارلي جيم، يختارون بيكات او مثلا ما يسوي له فايت، ما يكون عرضه انه يسوي له. كل تروح يضيني يب يستو اهد شهد عند جوردن كار وليفل 11. ليفل 11 ألتيميت ماتك تنطيك 450 هيلث، 450 هيلث يعني مو ايش قد مو ايه هيلث. مدى يروح امورتال شيل بو اظن يب احسن يروح اكليبس اظن احسن من ناحية كومبتيتيف اظن احسن اكليبس ولا هو من قوي اشوفه انا شايف منه في السيارة طبعا بس I don't know. كلش تكره هيك الشامبيونات انه سي سي جارانتيد يصير عادي اوكي يعني مو سكيل شوت يب اوه ناس سولو كيل كلش حلو من ناحيه درايفن ودا يحاول ينزل من فولي بير بس يقدر ينزل من فولي ويقدر لا يا درايفن طبعا مستيك متوقعها اي مستيك من درايفن مات بالاي مال فولي بير بس خطايا درايفن يعني مع انه هو بيهايند وهاي وحصل كتله على الكاري اللي هو كان ببطنه حاطينهم هنا سعيد حرفيا الجارنتي مالتهم مال تيم فيوتات بعدين يعني حاليا انا اسوي الفايتات كلها نصها على فولي بير ورينكتون خاف يصير غلط منا مس فورتشن بلا زحمه دوسينا الدقمه الار هاي شو زين عدل لك لا لا ما في يعني لو حرفيا لو ما عندك بوتلين لو بس مخلي اثنين يفرمون يجيب بوتلين كان نفس النتيجه صارت. ليش؟ لان انت عندك التوب لين مال فريقك يعني مو بس اهد لا بمراحل يعني فايت بالتيم اللي ضدك مو بس هو اهد وانما اللي قدامه كلش بهايند يعني هسه لو تجيب مثلا في التوب لين افريج خلي مثلا اوديك 15 خلينا نقول فان مالته 100 الكلات مالته 2 راح تكون اعلى بمراحل هماتين من التوب لين مال فريق اير فورس. ليش؟ لان الفارم مالتك 70 70 يعني دقيق 15 يعني نص الفارم اللي انت المفروض محصله كبرفكت سي اس قاعد نحكي يعني وانت سكورك 1 2 وايتم حتى متك مخلص اصلا بوت بعدك مخلصه يعني ما اشوف السعر كلش بهايند. انا صراحه يعني عمر اذا تسالني شنو السبب الرئيسي لخساره فريق اير فورس بالجيمين انا اقول لك انه اختاروا كيري توب لاينر. انا اشوف المفروض يختاروا فتشي ريسبكت بيك فالبيك ما يموت باللين فتشي يعني يكون كل حتى لو مختارين تام كنش ومفرم جوا ترت حماتي عندهم فرصه فوز اكبر طبعا تام كنش اصلا صدق خوش بيك يعني وكلش زين قدامي بيكات مال بيبي اصلا تام كنش اذا ما كتله فانت ما راح تكتله يعني تشامبيون مستحيل كتله باللين داريوس يعني الا اوكي داريوس احتمال لان عنده السحبه مالته عنده ارمور فن وكذا بس هو داريوس بعض التهماتين يتاذى كلش الى ان يقتل تام كنش الكيو ما ترجع له هيلث الاي ما تقدر يرجع فيها ميني وورم ان اكس 5 اظن راح اسوي له جيف طبعا هذا احسن شيء تقدر تسويه حاليا حرامات راح له رد على هذا الاتش بي القليل بس عادي اذا كمل على التر الثانية اتس ريلي ورث وعندك حتى اذا تاخر الجيم اي ولا شيء اخر لا 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 كمان ليتس بي ريل عندك كم مرتين واحد من البيكات اون قدامتين قدام اتش بي اتش ماكو دامج ماكو عادي حاطين اوكي شات داون من ناحيه جريفز على رينكتون وهنا دا يحاول فولبير يحصل الكلات على هذول الاثنين ما ستيل كابس يعني تنكم تكنيكه بس ستيل كاب زين مشتري بوتريك حتى رينكتون مشتري بوتريك هل قد ما اهد رينكتون هي دزنت جيف ا فوك اني مور لا 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 هي دزنت جيف ا فريك مثل ما قلنا الجيم يعني وصل مرحله بعد بوينت اوف نو ريتيرن الجيم وصل مرحله يعني يسلمها اصلا من البدايه انا من الجيم الاول صراحه شفت انه في فرق كبير ما توب ما يعرفون يتعاملون وياه
انت ما تلعب على الويك سايد كجنجل، لا تلعب على الويك سايد. انت عندك التوب لين مالتك باي ديفولت اوتو فيل. الولد قال لك انا حجي اني اوكي انا مين مالتي مثلا سبورت، بس هلعب لك على التوب، هلعب لك واقدر اسوي وصرت اسوي شغله باكثر من لعبه. هسه هو حاليا اذا خسر هنا راح يكون هو المركز الرابع على العراق، قدر يوصل للمركز الرابع على العراق بلين اوتو فيل عشتيده. جست دونت بلاي اراوند هيم بالجيومه اللي تتطلب من عندك انه تلعب اراوند كاريز. يعني اوه ما خولش حسب والله استهنا نقول يدوس ألتمت هسه يب هاي دير للي هم ماتين ذير ديسبرت هاي ديسبرت هاي ديسبرت بلايز يعني بلايز مال يائسين يب واحد يائس 69 جولد بالعادة يعني بدل ووكون تقدر تختار تام كنش تقدر تختار عندك اور تقدر تختار خلناكش الصراحة ووكون is not bad it's just مو كاري تشامبيون يعني انت ما عليه يوسلس كلش من بهايند يعني انت لو مختار هذا كان راح يكون احسن بهوايه. انا عبالي اختار ووكونغ عبالي اعرف ووكونغ هاي اقل يعني انا متطلب لك كووكونغ بلاير زين اي انه انت تعرف تلعب تشامبيون لا اكثر ولا اقل. هنا فرقه راح نوصل 100 سي اس مثل ما قلنا انا قلتها قبل ما يبدي الستريم قبل البطوله قلت شلون التوب لينر راح يلعب ضد هاردي هاز كاندي اذا راح يصير فرق 100 سي اس انت ما عندك شيء شنو راح تسوي المره ما شن بالله شن سامحك وشامبيون سامحك وقال لك هاي تمام لوز اني التي هاي وما اهتم للسي اس زين شلون انت مو كل الشامبيونات هيك انت مثل ما قال اسامه اذا ما مدبر البروزرز ضل على التانكس الزق بيهم عفك من البروزر تانكات على الاقل ايتماتهم رخيصه وتظل ريليفنت بالجيم كله ما ضد ماكو ضدك برسنتج دامج على مود يأذيك فتنو فتس اوكي يعني تاخذ تانك هنا دقيقه 20 بارون يروح ال NX5 انا عندك البارون بس مجرد يكون جارنتي على مود ينهون الجيم بكل اسرع يعني مو ما يحتاجون البارون عمود يفوزون او مثلا عمود يضبون الجيم اكو مرات البارون تحتاجه على مود يعني بس الشغله ما اوكي كانت نوعا ما كلوس اكو مرات البارون تحتاجه شنو بس على مود تدفع بيه بس على مود المينيونز تسوي لهم باور تفوز الجيم هذا هو هذا البارون اللي كنت حكيت لكم عليه البارون اللي انت بس مجرد تسوي امباور للمينيونز وينطيك الاي بي قليله والاي دي اللي تحتاجه انت على مود تخلص الجيم بي لا لا اكثر ولا اقل اتس دوم كان صار السي بي ماتت فوليفير واي تو دوم واي تو دوم ماكو دامج ما لان ارمر مازونيا الماخذة تايلر حرفيا هسه الكاونتر تقريبا نص الكومبينات تايلرز واحدة اير فورس ها باي ذا واي منو من خسر ان اكس 5 ونزله يعني اتس ايرونيك بس اير فورس هو اللي خسرهم اير فورس بوقت اللي خسر ان اكس 5 ونزلهم للوزرز باكت وسا ايرفو ان اكس 5 هنا ان اكس 5 راجعه منهم كلش حلوه رد اعتبار قال لك رد اعتبار قال لك ايف جات يو ايف جات يو عزيز لزمتك تعال 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 وين رايح طبعا جيم كلش حلو من الطرفين اوكي لا وفد يعني بيور كان مثل ما قلنا بيور توب ديف بابلين سولجر اخي بابلين سولجرز لو اير فورس هو اللي طلعهم ها؟ من يطلع عن اكس 5؟ بابلين سولجرز لو اير فورس بابلين سولجرز لا 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 شو اسمه اير فورس اير فورس اي ذا قول اير فورس اي اير فورس مال هيكر مو هاي اتذكر الاحداث يب 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 مو؟ اها اي ما ادري يعني خربطنا ولا خرب المهم مثل ما شفنا اليوم طبعا فوز ساحق بالنسبه لان اكس 5 جوي الجيم جايب لا 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 صحيح لا صحيح صحيح بابلين بابلين سولجر صحيح بابلين سولجر تدري ليش؟ تتذكر فولبير ليفل 1 كيل على كاميل كان هو اي 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 لا ديتي كانت جروب يب 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 ديتي كانت جروب كانت جروب مال اه صح 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 يب 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 كانت جروب طبعا مثل ما شفنا اليوم جيم كلش يعني قوي من فريق ان اكس 5 جيم وان سايدد يعني جاني هنا يردون اعتبار
جايين هنا يقولون ان انتم فزتوا علينا مره، بس مره ثانيه ما راح تقدرون. بست اوف ثري احنا مستعدين، عندنا درافت القوي، عندنا تشامبيونز اللي ممكن ياذوكم كلش، مثل ما شفنا احنا. بابلون العفو بيبي، بعد على البيكات مالته، بعد على نفس الشامبيون بول، بس شنو هو كلاعب كلش متمكن. هو كلاعب يقول لك انا عضل على الشامبيون بول مالتي واقدر اسوي لك اوت لاين، اقدر اسوي لك جاب بالنسبه للتوب لاين. ما العلم ما شفنا من عنده تي بي بلايز رومز ما ادري شنو، يعتمد على البريشر مال لين مالته. يقول لك انا باللين انا تيرر، يعني حرفيا ارهاب وحدي بالتوب لاين، اقدر اللين مالتي كله اخذه، وحتى لو اجيب الجنجلر مالتي اطلع بيكم سولو دبل كل، مثل ما شفنا بهذا الجيم. كلش لعب حلو من بيبي، انا اشوف الجيمين سولو كاريد باي بيبي، يعني ما شفنا جاب باي لين بقيه، ما شفنا فد نوع انه صحيح. اوكي يجوز هذا الشيء ما يعني تريده لين. طبعا. بالضبط هذا الشيء طبعا شنو هذا، يعني اوكي هو زين قدام التيمات خلينا نقول قويه، او بس قدام التوب 3 مثلا اذا عندك لين واحد راح يفوز، راح تكون ها مشكله كلش، خصوصا انه انت عندك بقيه التيمات عندها ثلاث لينات قويه، عندك بابلين سولجرز عندهم ثلاث تيمات قويه، عندهم فلوكس عندهم ثلاث تيمات قويه. فانت اذا قدروا التيمات البقيه يستغلون نقاط ضعفكم، يستغلون انه مثلا بوت لين مالتكم او الميد لين مالتكم مو كلش اكتف، اذا قدروا يسوي لكم جانكات ويطلعون عليكم كلات، راح تتاذون كلش كتيم. وطبعا خلوا بالكم بابلين سولجرز فريق ما يرهم بالنسبه لهيك اخطاء، فريق ما يعطيك مجال ترتكب مثلا، او مثلا يكون لعبه كلش سيف، الانفيدات مالتك مثلا خلينا نقول مو كلش، تروح تقنك التيم اللي ينغلط ما ادري شو، ما يرحم ابد فريق بابلين سولجرز. فاحنا اللي نريد نشوفه شنو؟ نشوف هذا المستوى اللي شفناه من التوب لين يكون موجود ببقيه اللينات كلها. أكيد طبعا اكيد قبل ما نكمل، الف مبروك للفائزين اليوم يعني بالقرعه اللي صوتوا للفريق الصحيح. عندك محمد حسين، عندك احمد الشمري، وعندك احمد برتون، يقدر هسه يروح على الصفحه ان شاء الله ويحصل كود مثل ما يريد، هو جائزة مالته تقدرون تشوفون من الصفحة شنو حصلتوه. وألف مبروك، وأكيد ألف مبروك للفريق انكس 5، وحط أوفر للفريق القوة الجوية. الفريق للأسف مثلا نقدر نقول أنه حاليا من خلال من ضمن ال 37 أو 36 تيم اللي شاركوا، مع الأسف بقوا بس ثلاثة. هذا الشيء طبعا حلو ومحزن لنفس الوقت، محزن لأن ما راح نقدر نشوف يعني حرفيا المشاركات الحلوه من عندكم، التيمات كلش مستواها كان قوي في هذه البطوله، كميه المشاركه كانت فد شيء يخبل صراحه، اعداد كلش كبيره من التيمات ومواهب بعد اكبر هماتين. بس بنفس الوقت الفريق الثلاثه التوب 3 اللي لسه حاليا موجودين، اللي هو ضامنين جوائز ان شاء الله، اللي هو فريق فيلوكس، وعندك فريق بابليون سولجرز، وعندك فريق ان اكس 5. عاشتيتكم، مستواكم خرافي، اي واحد بيكم راح يطلع الاول، اي واحد بيكم راح يطلع الثاني، واي واحد بيكم راح يطلع الثالث. انتم قدمتوا مستوى وشوفتونا اداء مستحيل، اداء يليق ان نقول دول فرق نقدر نقدمهم كوطن عربي، نقدر نقدمهم ان شاء الله مستقبلا. صح سيقول لك لا ما راح نوصل ما ادري شنو، ان شاء الله مستقبلا هماتين على فرق عالميه، هماتين اكو هواي. تركيا ابسط من ذلك، تركيا فوق انا تقدر تركب حرفيا، انا قاعد باربيل، اذا اريد اروح تركيا انا ساعتين واصل لتركيا. شنو الفرق عني وعنهم؟ اوكي تقول ظروف ما ظروف ما ادري شنو، بس الظروف دي تتحسن شويه شويه، دي يكون عندنا يعني ظروف الجيم ظروف الجيمنج ده احكي لك. اي ليش؟ مثل ما قلنا هسه اول خطوه يعني كبيره هي مثلا تقدم شركات كبيره، مثل اول شركه قدمت المجال الالعاب الالكترونيه هي اسسيل، ومثل ما شفنا تقدم خدمات مثل عندك الماي فاي حاليا، واحد من اكبر الخدمات بالنسبه للجيمرز، لان يعني معاناه يعني الجيمرز العراقيين بصوره عامه بشغلتين يعني الانترنت والكهرباء. الكهرباء ان شاء الله تتحسن مستقبلا، اذا مو متحسنه هسه احسن من قبل. والانترنت هاي اول خطوه كلش حلوه، اللي هي مثل ما قلنا الماي فاي من اسسيل. اكيد طبعا وجود الاتحاد هذا راح يفرق كلش هوايه، لان حاليا اذا كان اكو شركه كبيره تريد تساعد، فما تعرف وين راح تساعد، ما تعرف وين راح تطلع فلوس. بس وجود اتحاد يلم الجيمرز، يجمع الجيمرز ويشوف شنو الشغلات اللي ممكن تفيدهم، شنو ممكن تتحسن، يسوي البلاننج، وبس يحتاج دعم مادي تجي ذني الشركات الكبيره اللي لها دعم مادي وتقول لك انا اقدم لك، انا اكون مثل اسسيل قالت انا اول شركه كبيره اقدم يعني مساهمة كلش حلوة مني وأقدمها لكم. ومثل ما شفنا البطولة تقريبا راح تنتهي، بس كل يوم وكل ستريم أحس أحلى من الثاني، كل يوم نشوف مستويات أقوى وأقوى. مثل ما قلنا بالبداية البطولة هاي عبارة عن فلتر يبين منو أحسن اللاعبين الموجودة بالبطولة. ومثل ما شفنا الجيومو حاليا تختلف اختلاف جذري عن الجيومو اللي كنا نسوي لها السيم قبل أسبوعين أو ثلاثة، مستويات كلش قوية، الكل ده يتحاسب على الغلطة، والشعرة مس بوزيشن غلط واحد رأسا تتحاسب عليه،
عندك كول واحد غلط راسا تتحاسب عليه. فكلش يعني اللعبات دا تصير حلوه شويه شويه، دا نشوف انه المستويات يعني بدات تصعد تصير هسه البيك مالتها. فمن باكر ان شاء الله راح تشوفون البيك مال برفورمانس بالنسبه للواعب كلهم. وعاشتيتكم اكيد المتابعين انه موجودين ويانا بالستريم واكيد منورينا، والف مبروك بالنسبه فازوا بالتصويت مال اليوم. وتقدرون تراسلونا على الصفحه مال الاتحاد العراقي للرياضات الالكترونيه، اعيد اسماءكم من جديد بس خلاص من هذا اللي ما اقدر اقرا بدونها. عندك مثل ما قلنا محمد حسين اول واحد فاز، احمد الشمري، احمد الشمري اوكي الف مبروك مرتين. واحمد بارتونس حاليا تقدرون تروحون على الصفحه المغني العراقي اكيد مالتنا. اكيد اكيد احمد الشمري احمد الشمري المعروف بقاره طبعا، قاره قاره مشتاقين لك يا ابو ف مثل مرة ثانية ماتين أقول شكرا شباب، شكرا على المتابعة. يعني هو الأرقام اللي نشوفها صراحة يعني ما كنا متوقعيها بالبداية. أول ستريم إنه كان 150 مشاهدة، وأكيد الحد هسه اللي بقى والحد هسه ويانا كلش كلش مشكورين. والجدد هماتين ألف هلا ومرحبا بكم. وعمر شنو عندك إن شاء الله قبل ما نخلص ستريم، حكينا عن اللعبة أو حكينا عن الجماهير أو حكينا عن أي شيء بالك؟ والله شباب، يعني أنا توقعت شوية أكثر قيومة حماسية، توقعت شوية أكو راح يصير مثل فيلوكس وبابلين سولجرز، تونسنا بالجيمين والله. ثلاث قيومة كانت كلش تونسنا بيهن دائما، يعني ثلاثة لا والله واحدة منهن كانت وان سايدد واثنين منهن كانت شوية كلوس زين، وكلش تونسنا يعني صدق تحسها كومبتيتيف. أنا حسيتها شوية أكو وان سايد بشكل مو طبيعي من ناحية ان اكس 5. طبعا حظ موفق الاير فورس، لا تستسلمون، ظلوا تدربوا، اتمنى هذا الشيء ما يحبط، يعني يحبط المعنويات، لا تخافون ترى اكو دائما فرص ثانيه. فطبعا ان اكس 5 انا اتمنى انه باكر يعني لعبتكم مثل ما شفنا اليوم نشوف احسن. زين باكر يعني هو الضمان مال، يعني الضمان مالتكم مال المركز الثاني باكر. زين فاللي يفوز باكر هو يضمن المركز الثاني، واللي يخسر يصير مركز ثالث اوتوماتيكيا. فباكر باكر الضمان مال ما تك المركز الثاني، ويجوز يصير اول الله يعلم. فلازم التيمين يديرون بالهم على نفسهم، يتدربون. انا يعني كلش ايد انه تتدرب شويه، تظل بقي نفسك حامي زين، وان شاء الله خير. وطبعا احب اشكر كل الناس اللي تابعوا الستريم، يعني كل على مودكم هاي السوالف كلها اكيد كل أكيد. على مود الجمهور العزيز. فتصبحوا على خير، دير بالكم على نفسكم. عندك شيء تضيفه اسامه؟ لا خلاص، لا اخر شيء بس نقول انه تابعونا باكر راح تكون مباراه باكر كلش قويه بين بابليون سولجرز وبين اكس 5. يلا شباب جيم كلش قوي، نشوفكم على باكر ان شاء الله. تصبحون على خير، واسف طولنا وياكم، ومع السلامه. مع السلامه. اليوم آسسيل هنا مع طبقة مثقفة وواعدة جدا في البلد لنوقع اتفاقية ندعم بها مجتمع الألعاب. اليوم تشهدون إطلاق منصة جيمسيل، أول منصة عراقية متخصصة للاعبين وهواة بث الألعاب والتقنيين والمطورين. وضعنا تقنيات عالمية خاصة وحصرية في شبكة آسسيل فقط لتخدم الجيمرز والستريمرز في العراق. هناك
فريق تقني من ASSL موجود حاضر معنا هذا اليوم، يواصل العمل ليلا ونهارا ويستمع إلى الجيمرز والستريمرز فقط لتطوير وتوفير أفضل الخدمات الموجودة في العالم في هذا المجتمع. على مدار السنة ستشهدون مباريات ومسابقات وفعاليات ينظمها اتحاد الألعاب الإلكترونية في العراق ضمن منصة جيم سيل تحت دعم ورعاية كاملة من ASSL.